عارف انا عامل الاكل ده كله بايدي. يلا هو بقى وقولي رايك ايه. يعني يعني ايه مش فاهمه؟ مش عاجبك؟ طب امسك دول المسقعه دي. لسه مش عاجبك؟ انت عارفه ان دي احلى مسقعه اكلتها في حياتي. يعني زي اللي كانت بتعملها لك امك. ولو قلت لك انها احلى من بتاعه امي. يا جميل انت يا عسل. عارف يا سي فتحي انا مش هرتاح يا اخويا ولا يهدى لي بال غير لما الحاج والحاجه يعرفوا ان احنا اتجوزنا. ده بقى الكلام اللي مش موزون. وانت يا حبيبتي مش مبسوطه في العيشه معايا؟ طبعا يا اخويا انا مبسوطه ومتهنيه، بس يعني انا خايفه اليوم اللي يعرفوا فيه يبقى يوم شوم علينا. ما تخافيش، طول ما انت معايا ما تخافيش. هم هيعملوا لنا ايه يعني؟ معلم برا ايه؟ تعال اطلع. امور يا حاج. الحمد لله. تعال اطلع. بقولك ايه؟ انت ايه رايك في الواد فتحي؟ بالنسبه ليه يا حاج؟ بالنسبه لشغله يعني؟ هو لسه بيلطش ومصيره هيتعلم. بيلطش. كان اللي بيعمله ده يعني شغل على الفاضي. ما هو حضرتك اللي سمحت له بكده يا حاج. هو غصب عني. انا كان لازم اقطعه واخده على قد عقله عشان اخلصه من شغلانه تانيه كنت خايف عليه منها انا وامه. زي ايه؟ مش فاهم. المهم يعني احنا عايزين نفطس له الشغل بتاعه ده لحد ما يقول حق برقبتي ويجيني مسلم ورافع ايده لفوق. نفطس له الشغل؟ بسيط يا حاج. يعني التجار اللي بتعمل معاهم لازم اللي له عنده قرش يطلبه منه، وبعدين ما حدش يديله بضاعه جديده. امورنا حاجه اللي تحت امرك. بس اصحاري يا ابني، انا مش عايز الحكايه دي تتم مره واحده كده عشان الواد ما يشكش ويحس ان وراه حد. انا عايزها تتم صرامسي بالراحه واحده واحده لحد ما نخلص خانيه. هو مش عنده مخزن بيشيل فيه البضاعه؟ اكيد بقل شغله وبكده نقص قصر يشوف. اسم الله عليك، مخك منور يا ابراهيم. الو يا حاج بيج، البنت تاني انت مش كنت عندها الشهر اللي فات؟ لحقت وحشك. طيب ما هي وحشان انا كمان، بس انا بعرف امسك نفسي. انما انت قلبك الرهيف ده هو اللي مؤخد عيالك علينا. خلاص خلاص روح لها، بس المهم انها تعرف انك رايحه من ورايا. يا ستي خد لها معاك اللي انت عايزاه، بلاش وجع دماغ بقى. بقولك ايه، اديها قرشين كويسين من معاكي، بس على الله يا تقبلهم. يلا مع السلامه. ما هي معذوره برضه يا حاج، دي برضه مهما كان بنتها. امال انا اقول ايه بس على نفسي؟ اصل انت مش حاسس بالنار اللي هيدا جوايا، بس انا ماسك نفسي. انا مش عايز يبقى في ود بيننا وبينهم، وبعدين رجل الواد جوزها ده تاخد على هنا ولا سمح الله يشم حاجه كده ولا كده. عمر ما حد يا حاج يشم ريحتها. احنا بنشتغل على ميه بيضه قوي. اسم الله عليك، انا عارفك كويس يا برهان. خلينا في المهم بقى، انا عايز اتكلم في موضوع الواد فتحي. يعني ايه يا ممدوح بيه؟ مش هتقدر تستنى عليا شويه يا اخي؟ بقول لك مزنوق، وبعدين انا دافع تلت الكمبيالات الشهر اللي فات. انت كمان مزنوق؟ لا الحاج ملوش دعوه بشغلي، الشغل ده يخصني انا لوحدي. عموما ماشي يا ممدوح بيه، انا هحاول ادبر لك مبلغ. شكرا، مع الف سلامه. مالك يا سي فتحي؟ ولا حاجة. ولا حاجة؟ ولا تايه عندك يا اخويا؟
مالك بتتكلم؟ مش عارف ايه اللي قلب عليا اصحاب التوكيلات مره واحده. يعني ايه؟ مش فاهم. كل يوم والتاني الاقي واحد طابب عليا، لا اما اديله فلوس لا اما مش هيديني بضاعه تاني. هو انت ما معكش؟ معايا، بس اللي معايا على قد مصاريف المعرض ومصاريفنا، وشايل قرشين كده عشان لو حصل اي حاجه. المشكله مش في كده، المشكله انهم كانوا شغالين معايا كويس جدا، فجاه اتقلبوا عليا مش فاهم ليه. يعني انت معكش تسد لهم اي حاجه؟ وحتى لو سددت لهم، لو سددت الواحد مش هقدر اسد للتاني. خلاص يبقى خد فلوس منهم. خدت منها كتير قوي يا عرض. وماله يا اخوي؟ هو انت بتاخد من حد غريب؟ انا مش عايزهم يحسوا ان انا عندي مشاكل في الشغل. لو الحاج عارف ساعتها هيقول لي اقفل المعرض وتعالى اشتغل معايا، وانا مش عايز ابقى تحت رحمته. اه طبعا يا اخويا عندك حق. امال ناوي تعمل ايه؟ بالشكل ده هضطر اخد سلفيه من البنك. سلفيه؟ خيبتك يا ورده. المخزن بتاعك اتسرق يا ابني. ايه؟ ايه؟ المخزن اتسرق. انا كده اتخرب بيت؟ اتخرب بيت يا ام؟ دي فلوس بنوك؟ دي فلوس البنك يا ام؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود يا فتحي. يا فتح يا عليم، في ايه يا الصبح؟ المخزن بتاع الواد اتسرق يا حاج. اتسرق ازاي؟ ما انا حاطط له حراسه. هو انت لسه هتسال؟ اجيب لك عبايه وتحصله. زي ما انت شايف المخزن اتقفش، لازم تشوفوا حل في المصيبه دي. ايه ده بس يا حاج؟ وخلينا نشوف شغلنا. انت في اي حد شاكك فيه؟ ابدا يا حضره الضابط. طيب مالكش اعداء؟ يا سعاده البيه، عدوك الا ابن كارك. طيب في حد من منافسينك كنت شاكك انه بيكرهك؟ يا حضره الضابط، يا حضره الضابط، انا اتسرقت وعايز حاجتي تيجي دلوقتي حالا. ماليش دعوه بقى بتشكوا في حد ما بتشكوش في حد. ارجوك انا عايز حاجتي تيجي، انا كده اتخرب بيتي. انا مش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي يا ورده. كده انت انا هيحجزوا عليا ومش بعيد اخش السجن. سجن؟ هو ابوك وامك هيوقعوا يدخلوك السجن؟ انت مش عارف غلطتك عندهم ولا ايه يا فتحي؟ انت عايزاني اروح امد ايدي ليهم تاني؟ اه تاني وتالت يا اخويا. فلوسهم هي فلوسك. مش فلوس، مش فلوس يا ورده، مش هروح اخد منهم حاجه. لا خلاص يا حبيبي بقى، اخش اللومان. جرى ايه يا فتحي؟ جرى ايه يا حبيبي؟ دمك يا اخويا جاي في السكه. عندك حق. انت عارف انا كنت ناوي على ايه؟ كنت ناوي على ايه يا عناية؟ كنت ناوي لما تولدي باذن الله اروح للحاج واقول له اللي احنا اتجوزنا. تفتكر بقى يا سي فتحي لما تخش على بيت العقاد وتقول له هياخدك بالحضن وامك بهيجه هتفرح وتزغرت؟ اه طبعا انا متاكد انها هتفرح، بس لازم اخدها في صفي الاول. بأماره ايه بقى؟ ده لما بكره مانا في الشارع امك ما قالتش كلمه كويسه في حقنا ولا حتى حاولت تراجعه في اللي هو عمله. ما انت عارفه الحاج يا ورده، لا ينفع حد يقول له انت بتعمل كده ليه ولا عشان ايه. خلاص يبقى مش هيعمل حساب لامك. لا 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 لا, لا يمكن. انا متاكد ان ماما هتعرف تقنعه. انت مش عارفه ده حلم حياتها انها تشوف حفيد مني، ومش هي بس، ده الحاج كمان. فمستقبلنا بقى هيتحدد على نوع الطفل اللي انت هتجيبيه. شدي حيلك بقى وهات لنا واد. واحنا فضل ولا بنت دلوقتي؟ احنا في المصيبه اللي انت واقع فيها. بقولك ايه، انت لازم تتصرف باي شكل وتجيب فلوس. ايه ده؟ ايه القمر ماله؟ عمال يوم في خيونته. اوف اوف، ايه اللي مضايقك يا حبيبي؟ مالك يا فتحي وقاعد لوحدك ليه؟ يعني انت مش عارفه المصيبه اللي انا فيها؟ عليا ديون متلتله بسبب موضوع سرقه المخزن ده، ومش عارفه اسددها ازاي. يا سلام، هو ده اللي مزرزرك كده ومخليك على اخرك؟ وايه يعني يا حبيبي؟ لو على الفلوس مقدور عليها. قول لي يا فتحي عايز كام يا واد؟ حوالي 120,000. انا مستعد ادفع لك اللي انت عايزه. شفت ما بتهونش على ابوك ازاي؟ اصل كل اللي يهم ابوك سعادتك ومصلحتك وبس يا نور عيني. بس بقى انا ليا شرط عليك. يا اختي
شرط واحد انت تشرط وتأمر ورقبته تحت رجلك يا حاج. الله، الشرط ايه يا حاج؟ انك تتجوز. اتجوز؟ ايه ايه اللي اتجوز؟ مالك وبتقولها وانت خايف كده؟ ايه انت مش راجل ولا ايه؟ امال ايه البنات اللي انت مقطع معاهم السمك او ديلها دي؟ الموضوع مش كده يا حاج، بس ما يعني ما انا سبق وقلت لكم يا حاج. مش عايز كلام تاني خالص، ده شرط الوحيد وانا قلته، قبلته كان بها، ما قبلتش انت حر. كل بني ادم عقله في راسه يعرف خلاصه. ما يقبلهوش ازاي يا حاج؟ يقبله طبعا. هو انت يعني بتطلب منه ايه؟ كل اللي انت بتطلبه ده يا اخويا عشان خاطر مصلحته. اسمعها منه هو. طيب افرض العروسه ما عجبتنيش. العروسه دي بالذات لازم تعجبك. يعني ايه؟ يعني ايه يا حاج؟ يعني انا لازم اتجوز غصب عني؟ يا ابني انت اصلك ما تعرفش انا محتاج ابو العروسه دي قد ايه. الراجل ده هيفتح لي في شغلي سكك كتير قوي قوي قوي. الله، جرالك ايه يا فتحي؟ مش تشوفها يا ابني الاول وبعدين تقول اه ولا لا؟ واول ما تقول اه وتوافق هتلاقي في ايدك شنطه فلوس تسد بيها ديونك، واللي هيفيض هيبقى قده الطقطقين. ها قلت ايه يا حبيبي؟ انا شايفه الكلام اللي بيقول ابوك عين العقل. وبعد هالك يا بهيجه، وانا من امتى بقول كلام ما هوش عين العقل يا اخويا؟ انا قصدي يعني لا قصدك ولا ما قصدكيش، ما تتكلميش خالص. انا بسال لفندي وعايزه هو يرد عليا. ها يا استاذ ما بتردش عليا ليه؟ طب ممكن تدوني بس مهله افكر. مهله ايه بس يا حبيبي؟ هو انت مش لسه بتقول ان انت مديون وعليك فلوس متلتله قد كده اهو؟ مالكيش دعوه انت يا بهيجه، انا عايز اسيبه يفكر. سيبيه اتفضل يا استاذ. يكفيك مده قد ايه عشان تفكر؟ يومين يا حاج. يومين يا فتحي، اتنين مفيش غيرهم. بعدها انسى خالص، لان انا اصلا هنسى ان انت ابني. ممكن امحيك ادمرك، وهقولها لك تاني، كل بني ادم عقله في راسه يعرف خلاصه. مفهوم؟ انا مش فاهمه انت مكبر ليه اول موضوع كده يا فتحي. يعني عايزين اعمل ايه؟ اروح اقول لهم اني موافق انك اتجوز؟ ومال، روح وقول لهم ان انت موافق. ايه ده، انت اللي بتقولي الكلام ده؟ امال عايزني اقول ايه؟ اسيبك تترمي في السجن وابنك اللي في بطني ده مين يصرف عليه؟ ده ساعتها مش هيعبروني ولا هيبصوا في وشي، مش هيدوني جنيه لا انا ولا ابني. مش معقول اللي انت بتقوليه ده يا ورده. لا معقول يا حبيبي. انت تروح تشوف البيت وتوافق عليها وتاخد شنطه الفلوس من ابوك وتصرف نفسك. طب وبعد كده؟ الحاجه كتير لحد ما تقف على رجليك ويبقى معاك قرشين كويسين. لو الحاج بقى ركب دماغه وقال لك هات الفلوس ادهم له، ساعتها بقى هنطلع في البت دي كل القطط الفاضله وتطلقها. قلت ايه؟ انا موافق. ربنا يهديك ويكملك بعقلك يا حبيبي يا رب. ايوه كده يا فتحي، عايزين نفرح ابوك يا واد. فرح ابوه؟ يفرح ابوه ليه؟ ما يفرح نفسه. هو انا بعمل ده عشان روحي؟ ما هو عشان لو جرالي حاجه يلاقي له ظهر يتسند عليه. بعد الشر عليك يا اخوي، حسك في الدنيا ليه بتقول كده يا ابراهيم؟ خلاص يا هلا، اعمل حسابك بكره بعد الظهر نروح عشان تشوف العروسه. بكره؟ طيب افرض ما عجبتنيش. ايه الكلام الفارغ ده؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني طلعت وحشه دمها تقيل. بطل يلا كلام عبيط يا ابني، لازم تفهم ان دي جوازه مصلحه. يعني هتتجوزها حتى لو طلعت قرده. قرده يا واد؟ قرده ولا نسناس انت هتفتي فيها؟ الله، ده جواز. اسمع يا فتحي، كل اللي يهم ابوك في الدنيا يا حبيبي سعادتك ومصلحتك وبس.
يلا يا ابني انت وهو هاتوا الحاجه من العربيه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا يا حاج. يا مرحبا وحشتي والله. مش عارف اقول لك الروم عند بعضيها يا سعاده الباشا. ادي ابني اهو في اليوم كلمتك عنها. فتحي ازيك يا ابني؟ والله كان نفسي اشوفك من زمان. ازاي حضرتك عاملها منين؟ انا الحمد لله يا ابني. ابوك كان طول عمره يكلمني عنك وانت عيل صغير. لا ما خلاص ما شاء الله خلص الجامعه اهو وبقى زي الفل. اتفضلوا اتفضل اتفضل يا حاج. يا مرحبا. اتفضل اتفضل يا فتحي. يا ساتر. ها يا فتحي قول لي بقى يا ابني ناوي على ايه بعد ما خلصت الشهاده؟ قول لي بس انت عايز ايه وانا اعينك تاني يوم. ربنا يبارك لنا في سعادتك. الحقيقه هو ما بيحبش الوظايف وانا ربنا كرمني وفتحت له معرض كبير قوي بتاع ثلاجات وتلفزيونات وحاجات من دي. يعني احسن بكتير من وجع قلب الوظايف يا حاج. لكن ما شغلتوش معاك في الخشب ليه؟ والله يا سعاده البيه هو اللي اختار لنفسه. يلا يا حاجة هي كلها تجارة. حكمة انت فين يا حكمة؟ اهلا اهلا اهلا. هي النور ده. اهلا وسهلا. اهلا يا استنى. يا مرحبا. اهلا اهلا بيك يا حاجة. اهلا وسهلا. فتحي ابن الحاج يا حكمة. ما شاء الله ما شاء الله. اهلا وسهلا. اتفضلوا يا حاج. اهلا وسهلا. اتفضلوا. يا مرحبا استنى. بس هو كل مرة تكلف نفسك كده يا حاج. نكلف ايه بس؟ ده شيء مش قد المهام يعني. لا يا حاج ده انت ابو الاصول. ربنا يبارك في سعادتك. امال فين ميسة؟ ما انت عارف بنتك بتقعد ساعة عشان تلبس. عن اذنك اقوم اناديها. خلصنا. ها وعامل ايه الشغل معاك يا فتحي يا ابني اليومين دول؟ والله هو كان ماشي كويس لغاية حكاية سرقة المخزن دي. ايوه هو الموضوع ده محيرني قوي. ازاي حاجة زي دي تحصل يا حاج؟ هما اللي عملوا كده ما يعرفوش المخزن ده بتاع ابن مين؟ والله هو ونصيبه بقى. على كل حالة سعادة البيه انا هعين له اتنين تيران يقفوا على المخزن ده. مفيش حد هيهوب ناحيته بعد كده. لا انا مش هقدر اخرج. عندنا ضيوف. بابا وماما مصممين ان انا اقعد معاهم. ده واحد تاجر خشب وابنه. انا لحد دلوقتي مش عارفه هما بيرسموا على ايه. ميسه ميسه ده وقت رغي في التليفون. انت بتعملي ايه؟ لحظه واحده. في يا ماما الناس مستنيينك. ومستنيني ليه؟ هما عايزين مني حاجه؟ انت بتكلمي مين؟ ده نبيل. مش وقته. انا قلت للناس انك جايه تسلمي عليهم. انا مش فاهمه انت ليه مصممه ان انا اقعد معاهم. الناس عايزين يشوفوك يا بنتي. نبيل طب انا هرجع اكلمك تاني. باي ماما. يكونش ده موضوع جواز؟ يا ريت ده يبقى من بختك. هو ايه ده اللي يبقى من بختي؟ انت عارفه كويس قوي ان انا مش هتجوز غير نبيل ابن عمتي. طب الله يخليكي مش وقت الكلام الخايب في الموضوع ده خالص. يلا عشان تلحقي تقعدي مع الراجل وابنه وتسلمي عليهم ولا انت ناويه تحرجينا معاهم؟ وبعدين انت عارفه بابا لو طلع في زرابينه. والله سعادتك بيه اذا سالتني عن السياسه اقول لك اللي انا اعرفه عنها كلمتين وبس. خد وهات هات وخد. برافو يا حاج. تعرف يا فتحي ابوك لخص السياسه مظبوط. لا يا عبد المنعم بنتك يا سيدي مكسوفه تيجي تسلم. اهلا 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 يا مرحب. اهلا وسهلا. انت اول مره تشوفها يا حاج؟ اه من بخت الوحش. اهلا وسهلا. يا مرحب. اهلا وسهلا. ويا ترى المحروسة اسمها ايه بقى؟ ميسة يا حاج. ميسة؟ الله 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 الله. اسم على مسمى صحيح. ميسة بنتي خلصت الامريكان يونيفرسيتي السنة اللي فاتت. الجامعة الامريكية يا حاج. اعوذ بالله. يعني هي كانت عايشة في امريكا؟ الجامعة الامريكية موجودة هنا. هنا هنا في مصر يا حاج موجودة. ما دام هنا يبقى الحمد لله. طب ودي فيها ايه يا حاج؟ اصل بصراحة ربنا يا بنتي انا ما احبش عيالنا يروحوا يعيشوا عند الخواجات ويتطبعوا طبعهم. اصل الحاج محافظ قوي بيحب يحافظ على العادات والتقاليد المصريه. هو في حد زي الحاج في الزمان ده؟ احنا كمان يا فتح يا ابني مصريين قوي. انا كان ممكن بسهوله ابعت ميسة بنتي تدرس في اي حته في اوروبا لكن قلت لا زي الحاج بالظبط. ما رضاش يا ابني ان بنتي تتطبع بطباع غير طباعنا الشرقيه. تمام يا عم نعم بيه. مفيش احسن من الاصول. تاخدي حاجه حلوه يا ميسة؟ لا يا مامي بلاش عشان الرجيم يبص. رجيمة ايه يا بنتي؟ كولي وتخاني ولا يهمك. هي خايفة تتخن يا حاج. خليها تتخن وترابرب كده. دول كانوا اصحابي يتريقوا عليا. اصحابك ده ايه؟ دول لازم عيال مسنوعين كده ما عندهمش اللي يفهمهم. الكلام ده كان زمان يا حاج. دلوقتي البنت لازم تبقى رشيقة مش مليانة. يا ما شاء الله مش مليانة. انت حر ما دام بيعجبك الصنف ده.
استنف؟ عمك يقصد الطيب يا حبيبتي. لا انا ما طقش ام اتب ابدا. وات؟ طيب يلا بينا بقى يا حاج. ايه احنا لسه قعدنا مع بعض؟ معلش اصل سايب المحل لوحده. محل ايه؟ اجهزه كهربائيه. انتوا عندكم ساوند سيستم؟ احدث حاجه. عنده كل حاجه في الدنيا. ده المحل ده كلفني الشيء الفلاني. والمحل ده فين؟ في وسط البلد. روحي هناك شيلي كل اللي انت عايزاه، المحل كله تحت امرك. ميرسي يا عم. طيب مش يلا بينا بقى يا حاج ولا ايه؟ شوف يا فتحي يا ابني، المره دي سماح، انما الزياره الجايه ان شاء الله تيجي لنا يوم اجازه المحل بتاعك عشان يا ابني نقدر نقعد مع بعض وناخد وندي. لا اطمن يا عبد المنعم بيه، الجهات كتير قوي ان شاء الله. يا مرحبا. عشان انا نورت وشرفت. نورت وشرفت. الله يبارك فيك. فرصه سعيده يا انسه ميسر. فرصه سعيده يا استاذ فتحي. فتحي العقاد. ها وشفتوا العروسه يا حاج؟ امال هنكون رايحين ليه يا ست بهيجه؟ يو ما اقصدش، انا اقصد يعني حلوه بطه نص نص. الحقيقه بسم الله ما شاء الله، البيت زي البدر المنور قمر يعني. ابنك بقى ملوش اي حجه. حلو، واتفقتوا خلاص على كل حاجه؟ لا انا قلت في الاول بس يقعدوا مع بعض يتكلموا ويفهموا بعض يعني. طب ويا ترى الواد فتحي رايه ايه؟ مش بطاله. يعني ايه مش بطاله؟ حلوه؟ هي من ناحيه حلوه ف حلو حلو قوي. نهار ابوك يا سيد منيل، انت كمان استغربت بتقول في وش حلوه؟ الله، مش انت اللي سالت يا ورده؟ ايوه بس ما تطرش الكلام كده عليا. ما ترشي؟ وبعدين يعني لو افترضنا انها حلوه ايه اللي هيحصل يعني؟ لا يا عمر، ده يحصل ويحصل ويحصل كمان. طب بقول لك ايه، انا داخل جوه يا عمر. ادخل بقى شوف بقى مين هيخش وراك. ليه يا انت لوك علي؟ يا امك قاعده مستنياك دلوقتي على نار. معلش يا حاج، اصل كان في زنقه شغل كده يعني، وعبال ما خلصنا وشطبنا المحل. الليله ليله فرح، النهارده انا اسعد ست خلقها ربنا. ألف 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 مبروك يا فتحي يا حبيبي. ألف مبروك؟ على إيه؟ يوه على العروسة يا واد، أبوك بيقول لي إنها بدر منور. يعني هو الحقيقة يعني يوه هو إيه اللي يعني؟ هتتقل من أولها؟ بس بقول لك إيه؟ اتقل براحتك، ما أنت ابني، ما أنت كمان زي القمر. أنا مش فاهم بس أنتوا مستعجلين على إيه؟ ايه يا غالي؟ انت ناوي ترجع في كلامك ولا ايه؟ لا لا, لا طبعا يا حاج ارجع في كلامي ايه؟ بس انا يعني مش عايز نبان ملهوفين عليهم. ومين قال بقى ان احنا اللي ملهوفين عليهم؟ ليه ما تقولش هما اللي ملهوفين علينا؟ ما شفتش قعدوا يتحايلوا عليها قد ايه عشان البنت تخرج وتيجي نشوفها؟ يا نهار ابيض، هي المزغوده بنتهم دي ما كانتش عايزه تخرج لكم؟ لا يا حاج، هي البنت بس كانت مكسوفة شوية يعني. قول كده يا حاج ابراهيم، اصل خلي بالك يا واد يا فتحي، الناس الكبارات دول بيربوا بناتهم على كده. على كل حال احنا نفوت كام يوم كده وبعدين ندبهم زيارة تانية. يوه وكام يوم ليه يا حاج؟ ما نستعجل ونقدم الشبكة على طول. نشبك ايه؟ نشبك؟ نشبك ده ايه؟ انتوا مستعجلين ليه؟ ما تستنوا لما اخد عليها شوية. طيب وانت يلزمك وقت قد ايه يعني عشان ده كله؟ شويه يا حاج، لازم اعرف البنت دي بتروح فين، بتيجي منين. ده جواز يا اخوانا، جواز. على كل حال مفيش مانع، خد وقتك، انا وراك لاخر مدى. شفت يا فتحي، كل اللي يهم ابوك في الدنيا دي سعادتك ومصلحتك وبس. عارف يا ماما، عارف. جبت فلوس من ابوك؟ ايوه. وانت رحت له؟ لا، بعت لي الفلوس مع بوري. انت مالك فيه؟ مفيش. ما الملك يا اخويا بتتكلم معايا من تحت درسك كده. مش عارف اعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها يا ورده. مصيبه ايه يا فتحي؟
الجوازه اللي عايزين يدبسوني فيها بالعافيه دي. ما احنا اتفقنا هتفضل تماطل فيهم لحد انا ان شاء الله مولد، وبعدين تقول لهم ادي الجمل وادي الجمال. مش عارف، مش عارف يا ورده، مش عارف. مش عارف ايه يا فتحي؟ قول كده يا حبيبي، انت شكلك من ساعه ما شفت البنت دماغك زقزقت. ايه الكلام السخيف اللي انت بتقوليه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا ورده؟ اصلي مش فاهمه، عمال تقول لي مش عارف مش عارف مش عارف. عايز تعرف ايه يا ابن، يا ابن العقاد؟ فين فتحي؟ الله، هو في ايه؟ راح فين يعني؟ مطعم؟ وكل يوم بيتغدى بره ولا ايه؟ لا خلاص مش مهم، لا ما تقولوش حاجة، أنا هتصرف. يلا مع السلامة. خد يا واد، خد كل بر نفسك بدل كل يوم أكل السوق اللي أنت بتاكلهولي ده. وماله أكل السوق؟ ده أنا باكل في أحسن المطاعم. أحسن مطاعم إيه؟ إحنا مش عارفين بيعملوا الأكل إزاي ولا بإيه؟ يعني هيكونوا بيعملوه بإيه يعني يا ست الكل؟ زي ما أنت ما بتعمليه كده. فشل يا واد، انا بعمل الاكل بتاعنا بالسمنه البلدي، ده انا بجيب الزبده قوالب واسيحها بايديا. ايش جاب لي جاب السمنه البلدي للسمنه الاصطناعي بتاعتك دي؟ طيب انت عايزاني اكل فين؟ هنا يا واد، ترجع تتغدى هنا زي ما ابوك ما بيعمل، بعد ما تتغدى هنا تتكل على الله تروح شغلك. ها ده الكلام اللي مش موزون. ما 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 ينفعش يا ست الكل، اصل انا ساعات يعني بروح اكل مع العملاء، وساعات تانية ببعت اجيب الاكل في المحل. طب وايه يعني يا واد؟ ما نعمل لك الاكل وابعته لك. طب وليه التعب ده بس؟ يوه، هو انا يا واد هشيل الاكل فوق دماغي؟ انا هطبخ الطبيخ وساعه الغدا اكلم حد من المغلق يجيبوا لك الشغل. ايه؟ ما هو ما 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 ما, ما, ما ينفعش يعني انت يعني يرضيكي تبعتي لي الاكل واقعد اكل قدام العمال وتبقى عينيهم في الاكل بتاعي؟ الخلاصه الواد ده مش عايز ياكل طبيخك، المساله كده رايحه نفسك. ليه بس كده يا حاج؟ ليه بس؟ ما انا طول عمري باكل من ايدين ست الكل. هو انا مش بتعشى معاك اهو يا واد؟ انا بتكلم على الغدا. قول قول وانت وشك مصفر كده. انا اللي قلقان منه وبيجه ان الواد يكون لايف على واحده من اياهم واكل عقله وبيروح يتغدى معاها. تصدق يا حاج ان الكلام اللي انت بتقوله ده ممكن يبقى صح؟ بس الشهاده لله يا اخويا، الواد فتحي عرف بنات كتير قوي، بس لا 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 عمره ما يفكر يتجوز واحده منهم. طب امال ليه بقى كان عايز يتجوز بنت الراجل بشندي؟ اصل انت ما انتش واخد بالك، البنت صايعه ورقمه ومفتحه، وابنك معرفش يطول منها حاجه. وبعدين ايه يا حاج السيره النكد دي؟ ما راحت، الهي لا يرجعها. ما انا قلبي مش هيرتاح ولا بالي ايه ده غير لما اشوف المأذون بيعقد قرانه على بنت عبد المنعم بيه ابو شنب. يوه صحيح يا حاج، فكرتني. ده انت يا اخويا رحت لهم مره وبعد كده قلت عدولي، الناس يقولوا ايه؟ انت مش ناوي تروح لهم تاني؟ انا بصراحه ربنا مش هرتاح غير لما الواد ياخدني من ايدي وقولي تعالى نروح لهم يا ابا. معناته ايه الكلام ده؟ انت جبت الكلام ده منين يا بنت؟ محسن جوزي شايفهم وهم خارجين من عماره كبيره وركبوا العربيه مع بعض. الله، معناته ايه الكلام ده يا نازك؟ قولي لي انت يا فوزيه، معناته ايه الكلام ده؟ ده محسن بيقول ان البت ورده الحمل بان عليها قوي. هو اللي قالك كده يا سعاد؟ ايوه. يبقى اللي في دماغي حصل. هو ايه يا اختي اللي في دماغك ده؟ ما احنا كلنا عارفين كل حاجه، ولا هتعملي لنا فيها ام العريف ولا ام العريف؟ لا بقى، انتوا كنتوا عارفين ان الحاج طرد البيت وابوها واخوها وخلاص وكل واحد راح لحاله. انا اللي قلت لكم ان الواد فتحي مش هيسكت. برعي جوزي ده كده، كان عارف ومتاكد ان فتح اخويا ناوي على المصيبه دي. يا سلام يا اختي، يعني جوزك هو اللي عرف؟ هو اتجوزها امتى؟ مش مهم اتجوزها امتى يا نازك، المهم انه اتجوزها والبيت حبله منه. يا فضحتك يا مرات ابويا بهيجه. لا يا اختي، قولي يا وكستك يابا. وانت بقى هتقولي لجوزك على كل حاجه؟
جرى ايه يا بلاتي؟ امال عايزاني اسيبه على عماه ولا ايه؟ شوفي بقى يا بنت، انا عارفه جوزك بيودود في ودان الحاج، يبقى لازم يعرف الحكايه من ساسها لراسها. بقولك ايه يا بنت حميده، قولي لجوزك يكفي على الخبر ماجور لغايه ما يعرف كل حاجه، وبعد كده يروح يفرح الحاج بقى والست بهيجه بوكسه ابنهم التقيله. حمزة عظيم النصرية، يا صباح الفل يا عم حمزة. ايوه الطلبية بتاعتك قدام اهي، والله زمان لا عينينا ليك. وبس الولد برع يخفي، معرفش راح فين بقاله شوية كده. لا لا لا، الابلكاش كله موجود، هو اللي مخسع معانا شوية الزان. اهو برع وصل اهو، لا يحضرك الطلبيه ويشيعها لك على طول. احنا عندنا كام عم حمزه، انت تؤمرنا يا عمنا. صباح الفل بالسلامة. ليه انا اتاخرت ليه؟ ومالك واقف متهيس كده ليه؟ مش عارف يا حاج اقول لك مبروك ولا عزيك في المصيبه اللي حصلت دي. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ فل الشر يا علي. ابنك فتحي. ابني فتحي؟ ماله؟ قالك قال له حاجة؟ اتجوز يا حاج. الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده. ابنك فتحي متجوز بقاله 17 وكان مقرطصنا كلنا. مين اللي قالك الكلام العبيط ده؟ انا لسه جاي من ناحية عش الزوجية بتاعه، وهتستغرب اكتر لو عرفت هو متجوز مين. اوعى تقول انه اتجوز المعفن بتاعي. لا لا يا برع، انت كداب كداب كداب. شفت المصيبه اللي حلت على دماغنا كلنا يا حاج؟ بشهندي بقى نسيبنا، يعني ورده دي هتقول لحميده مراتي حميده حاف كده من غير اي حم ولا دستور، يعني هتعمل راسها براسنا. وبعدين امتى؟ ازاي؟ اذا كنت انا لما طردتهم طردتهم وهو مش موجود عشان ما يدراش. وبعدين امه، وقالت لي لما ديني بعد شهر ولا تم. الله، وعرف مكانهم منين؟ ده انا نفسي معرفش هم غاروا من هنا راحوا فين. بنت الجنية، بنت الجنية، هم طولت لسانها عليا يا حاج. انا بقيت مستغرب اقول البنت دي مالها مستوية كده. ازاي اتجوزها؟ ازاي وامتى وفين؟ فرقة وقتي كل ليلة بيرجع البيت زي عادته، بيتعشى معايا انا وامه، وبيخش يتخبط ينام. وبعدين امه ما قالتليش انها لاحظت عليه اي تغيير. يبقى اتجوزها فين وامتى؟ وبعدين ده حتى هدومه اللي بيبقى لابسها بيقلعها في البيت، امه تغسلها وتبعتها للمكواجي، وبعدين ترصها له في دولابه، وده كل ليله. يبقى اتجوزها فين؟ ازاي؟ ابنك فتحي ده طلع حاويط قوي يا حاج. وبعدين بقى، يعني معقول يا برعي يكون ضحك عليا؟
ضحك عليا انا وامه طول المده دي ازاي بس؟ انت اللذينة تلاقيها كانت مفطماه. البت دي مش بني ادم يا حاج، البت دي ابليس يقول لها يا ابله. ايوه بس انا عايز اعرف انت عرفت الحاجات دي كلها ازاي ومنين؟ محسن جوز بنتك سعاد هو اللي ادانا اول الخيط، شافهم مع بعض، والجديد بقى يا حاج انها حبله. بتقول هبلة وبسبعة عشر حق. يا سلام يا على دي كلمة بتعرف شمراي، انت ريحت لي قدي دلوقتي. ايه ده حق انت ريحت يعني عشان هيخلفوا لك حفيد؟ يا برعي ما تبقاش راجل اجمل بقى، انا طول عمري بقول عليك ان انت راجل مفتح وبتفهمها وهي طايره، ما تخيبش رجايا فيك. ايوه حاجه اصل انا شايفك كده من اول ما عرفت انها حبله لقيتك فرحت كده وهديت وسكت. فرحت ايه وهديت ايه ونخيت ايه؟ انت عبيط، الحاج العقاد هينخ علشان عارف ان ابنه هيخلف له حفيد من بنت الغفير المعفن بتاعه اللي اسمه بشندي. وفكرت؟ فكرت ووصلت تقريبا وارتحت. المهم مش عايز حد يعرف خالص ان انا عرفت، وخصوصا امه، اصلا ممكن تفتح مع الموضوع والواد يأثر عليها وخليها تنخ. سيبني بقى انا امخمخ الموضوع واقول لك هنعمل ايه بالظبط عشان نخلص من النصيبة دي. مع السلامة دلوقتي، في حفظ الله ورعايته. حاج ابراهيم العقاد اللي كان على التليفون يا حبيبتي. يعني ما شفناش وش حد فيهم من يوم ما زارونا، لا هو ولا ابنه. ايه هي ميسه ما عجبتش ابنه ولا ايه؟ ما عجبتوش ده ايه؟ ده الحاج لسه قايل انه من يوم ما شاف البت وهو هيتجنن عليها. مش شايفه يعني؟ لا اصل الواد مشغول شويه اليومين دول، انما الحاج قال لي اول ما يفضى هييجوا عشان يخطبوها رسمي. اه ايه مالك؟ خايفه، خايفة من بنتك، لا ترفض وبعدين تتعمل لنا حكاية. حكاية ايه حكمة؟ يعني ما انتش عارف، ما انتش عارف هي عينها من مين؟ عينها ده ايه يا حكمة؟ احنا داخلين على جوازة ما كانتش تحلم بيها. وابن اختك نبيل. خلاص المواضيع دي تتقفل خالص. خلاص يبقى انت بقى تتكلم معاها في الموضوع ده، لأن أنا زهقت، كل ما أقعد أتكلم معاها تقعد تكلمني على الحب والغرام، أنا مش ناقصة. بلا حب بلا كلام فارغ. وعلى فكرة أنا هنبه على الواد نبيل ده ما يجيش عندنا يزورنا اليومين دول خالص، وهقول لأختي مديحة كمان إن مفيش جواز هيحصل. إيه الكلام ده يا بابا؟ ايه انا قلت كده وخلاص؟ بس انا ونبيل بنحب بعض وتقريبا متفقين على كل حاجه. بس 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 بلا حب بلا كلام فارغ. حب ايه؟ ايه نبيل ده اللي عايزه تتجوزيه؟ واد ما حلتوش غير مرتبه، انما بقى العريس اللي انا جايبه لك يا ميسه يا بنتي هيعيشك في اعلى مستوى. ابوه عنده ملايين، يعني ممكن يسكنك في شقه على النيل او يجيب لك فيلا. هيعيشك في مستوى عالي يا بنتي ويركبك اغلى عربيه، انما الواد نبيل بتاعك ده هيركبك ايه؟ يوم ما يركبك هيركبك حنطور. وبعدين لو حبيتي تقضي شهر العسل في اوروبا هيوديكي. جوازه يا بنتي مش هندفع فيها ولا مليم، بالعكس هناخد منها كل اللي احنا عاوزينه. شوف يا ميسه انا عايزك تفكري كويس يا بنتي، انا علمتك احسن تعليم وكنت دايما بلبي لك كل طلباتك، تيجي في الاخر وتري لي عايزه تتجوزي واحد مرتبه ما زدش عن كام مليم؟ ايه الغباء اللي انت فيه ده؟ يا بنت وتشيلها بكفوفك، ما انتش ماسكاها بالفوطه اهو. ماشي ماشي. الله خرب بيت عقلك، فين سلطانيه الطرش يا بنت؟ سلطانيه الطرش بالدقه جابها لسه امبارح، خلصتيها على العشاء. ست بهجه انت بتنسي. الله اكبر. طب غوري غوري هاتي الشفشق العصير، خدي ده معاكي. خدي حاضر. لا اله الا الله، مستعجلين على ايه؟ ما تستنوا هتوضى وهصلي العشاء. حقك عليا يا حاج، بس الواد فتحي يا ضنايا راجع هفتان هيموت من الجوع. سلام. يعني انت قلبك على ابنك وعشاه ومش همك على جوزك والفرض اللي هيروح عليك. اهلا اهلا حبيب قلبي. اهلا اهلا اهلا. لا رايح فين؟ تعالى اقعد جنبي هنا. انت هتعمل زي بتوع السيما، تبقى الترابيزه 20 متر وكل واحد قاعد في جنب. اقعد يا حبيبي اقعد.
ده انت ناقص تقعديه على حجرك وتزغطيه ببقه زي ما كنت بتعملي زمان. يوه مالك يا حاج؟ من ساعه ما خرجت من الاوضه يا اخويا وقعدت هنا وانت نازل فيا نقوازه. بنعشك يا ولي، عقبال ابنك كده لما يبقى له بيت وفيه مراته ويناغشها، ولا انت قالها مالكش في المناغشه؟ ها؟ مناغشه؟ هي ايه مناغشه دي يا حاج؟ يا نهار اخبر، انت كمان خشني؟ شفتي ابنك طلع غشيم ملوش في المناغشه؟ فهميه امه يعني ايه مناغشه. المناغشه يا حبيبي اللي ابوك بيعملها معايا دلوقتي، اصل بسم الله ما شاء الله هو راجع رايق من بره فبيستفرد بينا انا وانت. كلام موزون. اخبارك يا فتحي؟ جرى ايه يا حاج؟ احنا هناكل يا اخويا ولا هنتكلم؟ بقول لك فتحي راجع حفتان. ليه؟ ما بتتغذاش ولا ايه؟ يا حاج الاكل اللي بياكله في الشغل ده اكل هفق هفق في الشغل. شغل ايه؟ يمكن بيروح يتغدى غدوه حلوه في حته تانية. حته تانية فين يا حاج؟ حتت كتير، في ناس بتروح تتغدى عند الحاتي او في لوكاندا من لوكاندات الهاف لايف دي، او بيروحوا ياكلوا عند حد من اصحابهم. لا يا حاج، انا ببعت اجيب الاكل واكله في الشغل. في الشغل يا حاج. يا ابني يا حبيبي قلت لك الف مره لما يجي وقت الغدا تعالى اتغدى هنا في البيت. ده ابوك من ساعه ما اتجوزني عمره ما اتغدى بره البيت. ايوه عشان ده بيت ابوه، انما بقى هو بكره يبقى له البيت بتاعه اللي فيه مراته، ساعتها تعمله الطبيخ بايديها وتاكله ببقه او تملاله العمود وتبعتله على الشغل، مش كده ولا ايه يا فتحي؟ بمناسبه الشغل بقى، انت عامل فيه ايه؟ الحمد لله ابتدى يتصلح. يعني ايه ابتدى يتصلح؟ امالك بتقول ايه وانت مرخرخ كده؟ وبعدها لك يا ابراهيم، الله ما تسيب الواد يا اخويا ياكل. الله مش عايز انا اتكلم مع ابني، عايز اطمن عليه. اطمن عليه يا اخويا بعد ما ياكل ويتعشى وارغي معاه زي ما انت عايز. انا عايز اتكلم معاه دلوقتي، اطلعت بره. خلاص يا حاج طلعت. على العموم يا حاج، السرقه اللي حصلت دي والكام مورد اللي بيطالبوا بفلوسهم تعبوني شويه. على العموم يا هلا، لو كان يلزمك فلوس انا موجود. لا الحمد لله انا بعرف اتصرف. تعرف تتصرف يعني ايه؟ تاخد من امك وما تاخدش من ابوك؟ لا يا حاج، انا فلوس المحل ما اخدتهاش من امي، انا اخدتها من البنك. ما بتكلمش على فلوس المحل، انا عارف ان انت خدت كارد من البنك، انا بتكلم على الفلوس التانية اللي بتسرسبها وبتسحبها من امك. يا حاج يعني هي فلوس امه دي جايبها منين؟ ما هو كله من خيرك يا اخويا، ربنا يخليك لينا. ايوه هو ده الطبق اللي انا مستنيه يا اخي، هو ده. على مهلك يا ابني، على مهلك. في ايه؟ اللي يشوفك كده يقول انك بتاكل في اخر زادك. وماله يابا، ما تسيبه ياكل ويتهنى. والله العظيم انا كان ليا مزاج ان سي فتحي يبقى قاعد معانا في العشوه دي عشان تحلوه. وماله، بكره ان شاء الله كلنا نتعشى سوا ويبقى معانا العقاد وست بهيجه كمان. ده انت كده بتحلمي يا ورده، اللي هيلم الشمع المغربي يا اختي. ما هو فتحي ناوي اول مولد ان شاء الله يروح لابوه ويقول له على كل حاجه. الكلام ده ما يمشيش مع الحاجه يا ورده. يا جدع عنك، حرام عليك، الحاج راجل طيب. ليش يا ورده؟ الحاج راجل يعرف ربنا، ومش معقول هيسيب لحمه تربى بعيد عنه. وبعدين مهما كان ده ابن فتحي بيه، ابنه الوحيد. ليه؟ ده الست بهيجه طول عمرها بتعشقني، ده اول ما تعرف هتموت من الفرح. ولا ايه يابا؟ العلم عند الله يا بنتي، هو أدرى بالنفوس. إلا بالمناسبة يا وردة يا أختي، مش تعملي بقى مع أخوك الصح وتسلفيني قرشين أجيب لي بيهم طقمين أراجع كده؟ ليه؟ ما أنت لسه مقلبني الأسبوع اللي فات عشان تجيب طقمين. وإيه الضرر يا أختي؟ جات الخير خيرين، وبعدين برضو أنا أخو مرات فتحي بيه، يعني واجهة ولا إيه يا إخوانا؟ طب أشوف لك قرشين، بس بقول لك إيه؟ دول آخر قرشين اللي حلتي. وبعدين معاك لو دي انت متختش بقى وتتلم وتخلي عندك دم. لولا ان الظروف ما خستها معايا اليومين دول، والله العظيم ما كنت خليت اي واحد فيكم يحتاج اي حاجه. الحمد لله يا بنتي، انت قايمه بالواجب وزياده، والشهاده لله سي فتحي جوزك
مفيش زيه في كرمه واخلاقه، ربنا يوفقه ويبعد عنه ولاد الحرام. اللي هو ابوه بيساعد ورده؟ ما هو فتحي مش راجل. يبقى جوزك ده لو مؤاخذه عبيط بقى، انا لو ابويا مكان الحاج ما اخدش كل اللي انا عايزه. مش كل الناس تفاصه زيك برضه. دي مش تفاصه يا هريدي، ده حق. وبعدين بصراحه يعني انا لو ابويا الحاج ابراهيم العقاد وما اتمتعش بكل حاجه في الدنيا ابقى راجل عبيط. طب اتنيل كل وانت ساكت، انا مش عارف الواد ده طالع طماع لمين. اي عفو، ربنا يخليك لي يا حاج. برعي برعي يا بت. ايه هي البضاعه اللي انتوا خدتوها من مخزن فتحي ناويين تعملوا فيها ايه؟ محطوطه في المخزن اللي ورا المغلق. ناويين تبيعوها؟ يا بنتي نبيع مين يا بنتي؟ الحاج ابراهيم العقاد هيبيع ثلاجات وبوتاجازات، ما يبيع مشابه غسيل بالمره. امال ناوي يعمل بيها ايه؟ اكيد ابويا هيوزعها علينا مش كده؟ ما اعرفش عميده، مش وقت. انا ما اتكلمتش مع ابوكي في الموضوع ده من زمان. تنسي يعني. نامي يا حميده نامي. طب بقول لك ايه؟ ما تجيب لنا تلفزيونين وتلاجتين كده نحطهم في اوضه العيال. نامي بقى في ايه؟ ايه الغسالات اللي انت عايزها على نص الليل دي؟ بعدين معقوله؟ انت عايزاني ابقى شغاله صغير قدام الراجل؟ لو نفسك بحاجه من دي انا هجيب لك دستها من كل نوع. نامي بقى نامي. بص هقول لك على حاجه، اصل انا خايفه قوي لا يديهم للوليه اللي اسمها بهيجه وتوسعهم على قرايبها. قرايبها مين وبهيجه مين؟ انت ناس بهيجه دي عيلتها مين؟ ده كلهم عايشين في فيلا وقصور. انت اتعبطت في دماغك ولا ايه؟ انا عارف هيوزعها على مين. على مين؟ على مين يا برع؟ هقول لك انا على مين. هقول لك. نامي بقى نامي بقى. هنوزعها على حبايبنا وكل واحد هياخد على قد مقاسه. ماشي يا حاج. انا هبعت لك لسته بالاسامي، كل واحد قدام اسمه ماركة التلفزيون ومقاسه وماركة التلاجة وهي قد ايه. بس المهم عندي دلوقتي انا عايز البضاعة دي كلها تتنقل من المخزن اللي هي فيه لأي مخزن بعيد من مخزننا. عندك حق، اصل بصراحة البضاعة ديت زحمة المخزن بتاع المغلق، مش عارفين نتحرك منها حاجة. وبعدين انا خايف الواد فتحي يطب فجأة يشوف البضاعة بتاعته فيعرف الملعوب اللي احنا بنعمله. تخافش يبقى على رأي المثل كأنك ابو زيت مغزيت. لا 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 لا، سيب الموضوع ده عليا انا. النهارده بالليل ان شاء الله هنقل البضاعه، لا من شاف ولا من داري. يلا ماشي. تقلقش. الو. ايه يا ورده؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ مالك؟ تعبانه؟ طيب انا هجيب دكتور واجيلك حالا. طيب يا حبيبتي يلا انا جاي. سلام. هو في ايه يا عم بشندي؟ هم اتاخروا كده ليه؟ ربنا كرمه كبير يا ابني. يا رب. دكتور اهو. يا دكتور. خير يا دكتور. مدام جابت يا بنت كريم. يا رب الف مبروك يا ابني. الف مبروك يا عم بشندي. الف مبروك. الف مبروك يا فتحي بيه. الحمد لله. الحمد لله. ورده. الف حمد لله على سلامتك يا ورده. ها هتسميه ايه؟ لا سيبي حكاية الجد هو اللي يسميه. عندك حق. دلوقتي يا فتحي تقدر تروح له وتقول له بقلب جامد. ما تقلقيش حبيبتي، ما دام وعدتك اكيد حوفي بوعدي. عارف يا فتحي، من ساعة ما وعدتني ان انت هتقول للحاج على جوزنا ولا ابننا وانا بحلم باليوم دوت اللي عايش فيه انا وانت وابننا في حضن الحاج والست بهيجه. ماما انت عارفه دي هتفرح قوي لما تشوف حفيدها. انت هتروح لهم امتى يا فتحي؟ حاج فتحي. اهلا. ايه سايب شغلك وجاي ليه؟ هو هيكون حصل حاجه لا سمح الله. لا 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 لا، اصل ايه؟ بس تليك عايز فلوس. لا يا حاج كتر خيرك. بس طب خلاص برعي. انا يا حاج خد الرجاله واسحبوا بره شويه. امرني. مش عايز حد دلوقتي انا. يلا يا ابني اهو. يلا في كل تعالى. اقعد انت فتح. ايه مالك؟ لو عايز اي حاجه قول لي، انا مش هتاخر عليك خالص. لا 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 يا حاج، الحمد لله خيرك مغرقني. طب كويس انت جيت في وقتك، انا كنت لسه هكلمك عشان اخدك ونروح نقابل عبد المنعم بيه ابو شنب. عبد المنعم بيه ابو شنب؟ ما هو اصل مالك يا ابني كده مش على بعضك.
ما هو يا حاج بس عايز تتكلم على طول ولا انت خايف مني؟ ايوه ايه، ما تخافش من حاجه، ده انا ابوك. قول في ايه؟ انا مش هينفع اتجوز البت دي بنت عبد المنعم بيها ابو شنب. يا سبحان الله، مع ان انا كان متهيألي ان البت عجباك. ايوه بس مش ايه بقى وبتاع ايه، في حاجه ملخبطاك بس. تكون شالة غلطت مع بنت من البنات اللي انت تعرفهم ومش عارف تتصرف، ولا يهمك ولا طول ابوك ما هو على وش الدنيا، ما يهمكش من حاجه ابدا. حاج انا متجوز. بتقول متجوز؟ متجوز يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انت متجوز كده خبط لزق يعني؟ ايوه ايه؟ قصدك انك تكون غلطت مع بنت يعني واهلها لزقوها لك؟ لا 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 يا حاج، ده ما حصلش. امال ايه اللي حصل يا ابني؟ فهمني. حبيت واحده واتجوزتها. حبيت واحده واتجوزتها؟ منك ليها كده من غير ما تقول لابوك ولا لامك؟ ولا تكون امك عارفه ومخبيه عليا؟ لا 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 يا حاج، امي ما تعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. بس يبقى انا فهمت، اكيد انت نقيت بنت ناس عليوي قوي واستعرضت من ابوك ومن امك علشان احنا ناس بلدي يعني. استعرضت ايه بس يا حاج؟ انا ما اقدرش الحقيقه يعني، هي بنت ناس على قدهم، على قدهم قوي. وماله يا ابني الغني والله، المهم انها تكون بنت ناس واصيله. لا هي اصيله يعني، دي حتى هي واهلها كانوا بيشتغلوا عندك وانت طردتهم. انا يا ابني عمري ما بطرد حد، ما فيش غير الراجل المعفن ده اللي اسمه بشاندي وعيلته، وخصوصا عشان بنته اللي اسمها ورده دي بنت قليله الادب ولسانها طويل. حاج انا اتجوزت ورده. بتقول اتجوزت مين؟ ورده بنت عم بشاندي. انت جاي تهزر معايا دلوقتي يعني؟ لا يا حاج، انا بتكلم بجد. تبقى اتجننت. جد ايه وجد مين؟ ورده مين؟ بقى سايب بنت الحسب والنسب اللي انا جايبها لك وتتجوز بنت المعفنين دول؟ ايه الدنيا جرى فيها ايه؟ الدنيا اتشقلب كانها، ولا انت اللي مخك اتخبط خلاص؟ بحبها قوي قوي يا حاج. تحبها ايه ونيت ايه؟ تحبها تقوم تدني نفسك بالشكل ده؟ تنزل للدرجه دي؟ قول لي يا ولد، امتى حصل الكلام ده؟ من 10 اشهر يا حاج، واول امبارح خلفت. وكمان خلفت كل ده من ورايا انا وامك؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا مش فاهم انت زعلان ليه يا حاج، ده انا جبت لك حفيد. انت جبت لي نصيبه سودا؟ انت جننت من فوقك؟ حفيد ايه؟ انا مش عارف افكر ولا لا. حاسس ان انا اتغدت على بشمي. انا معقول يجرالي ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله، انا هكلم نفسي، انا هتجنن. وبعدين بقى استغفر الله العظيم، خلاص على كل حال نرضى باللي رايده ربنا مهما كان. مبروك يا ابني. هعمل ايه؟ انا ماليش عيل غيرك، وبعدين غلاوتك عندي بالدنيا كلها. ربنا يخليك يا حاج، انا كنت عارف انك هتسامحني. ربنا يخليك يا حاج. يا ابن المسامح ربنا سبحانه وتعالى. يعني مش زعلان مني صح؟ وافرض زعلت، حتى لو زعلت حجريا، المهم دلوقتي مراتك فين؟ في المستشفى؟ لا خرجت امبارح. خرجت؟ يلا المهم سلامتها. وانت نويت على ايه؟ الحقيقه يعني يا حاج، انا نفسي اجيبها واجيب الواد ونعيش كلنا بقى مع بعض. وماله يا ابني؟ البيت بيتك وبيت ابوك برضه، انا كان نفسي في فدا من زمان. بس المهم انت حرمتني من اغلى فرحه في عمري. انا كان نفسي اعمل لك ليله ما يعملهاش رئيس الحكومه لابنه، لكن على كل حال احنا فيها ملحوقه في اسبوع الواد. يا برعي برعي. ايوه حد يا عم، سيب اللي في ايدك وتعالى هنا. بارك لفتحي، الراجل اتجوز وخلف كمان. ايه ده اتجوز؟ معقوله برضه حاج فتحي
اللي بيحبك وبيعزك اكتر من عينيه الاثنين يعمل عامله زي دي من وراك ومن ورا ست والدته؟ لا مؤاخذه حاج، انت بتقول نكته. بعدين بقى نكته ايه؟ كل شيء باراده ربنا، وبعدين ده اسمه نصيب، اتجوز وخلف. معقول الكلام ده حاج؟ ايه اللي معقول الكلام ده؟ ما تفرحوا فتحي. ايوه يا برا، اتجوزت. الف مبروك. الف مبروك يا توحه، ولغن يعني واخد على قطر منك انا واختك، لكن برضه مبروك. بالمناسبه بقى اتجوزت مين؟ لا ده احنا نحمد ربنا، ده ناس ابناس طيبين قوي، كانوا شغالين معانا هنا بس الشيطان شاطر انا طردتهم. بشندي اتجوزت ورده؟ الله، الكلام اللي بيقوله الحاج ده مظبوط يا فتحي؟ ايوه يا برع، اتجوزت ورده. في حاجه؟ يا دين النبي، الكلام ده ما يخدش النافوخ. ليه يا ابني؟ كله بتاع ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين بقول لك ايه، عايزين نعمل ليله بقى عشان نفرح بالواد اللي جالنا ده فرحه ما حصلتش. اذبح كم عجل وفرق يلا. لا بعد اذنك حاج، لا مؤاخذه، انا نادر النادر ده يوم ما فاتح حبيبي كده يتجوز سيبوه ابنه، انا اللي هشيله والتلات ليالي. متشكر متشكر قوي يا برعي. بعد اذنكم بقى عشان اروح اوصي على الدبايح. بس بقول لك يا معلم، عايزين نعمل الواد ده حاجه الناس تضحك عنها، حاجه ما حصلتش. طمن يا حاج، ده فاتح حبيبنا احلينا البركه اللي هو وابنه. السلام عليكم. بقول لك يا حاج. قول يا حبيبي، امر عايز ايه؟ انا كان ليا طلب، يعني ما تيجي نسيب حال بطنيه. وماله؟ حتى الناس ما تتكلمش على جوازتك من بنت بشندي. لا 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 يا حاج، مش ده قصدي. امال قصدك يا حبيب ابوك؟ انا قصدي يعني اصل حال البطنيه ده ما بقاش يليق بينا. والله عندك حق، بس يا ترى الهانم مراتك هي اللي قالت لك كده؟ لا 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 لا، انا مراتي مالها ومال الكلام ده. انا اللي نفسي بقى نغير، نروح حي راقي نشوف فيلا كده حلوه ونتلم فيها كلنا. اسم الله عليك، حلوه كانت حي راقي دي. والله انا موافق، خلاص دور شوف لنا فيلا كده ان شاء الله بمليون جنيه. ربنا يخليك لينا يا حاج. ربنا يبارك فيك يا ابني. بقولك ايه، بالمناسبه انا هكلم امك بالراحه، ولا اكلمها ايه؟ ما تعمل حاجه احلى، ما تروح لها انت بنفسك تفرحها. ولا اقول لك الاحلى واحلى، روح هات مراتك وابنك الصغنن وروح لامك، هتفرح بيكوا قوي. يلا يا ابني اتكل على الله. ربنا يخليك لينا يا حاج، ربنا يخليك لينا يا حاج، ربنا يخليك لينا يا حاج، ربنا يخليك لينا يا حاج. هدومك حالا. هنروح على فين بس يا فتحي؟ المهم قول لي، كلمت ابوك؟ ايوه، وقال لي روح هات مراتك وابنك وتعالى حالا. انت بتتكلم جد يا فتحي؟ انتوا الاثنين اتكلمتوا؟ ايوه. ده وقته. الو، ايوه مين؟ ايوه يا سالم، في ايه؟ ايه؟ معرض مين اللي اتحرق؟ انت المعرض بتاعنا؟ طب رجع حالا حالا. في ايه يا فتحي؟ المعرض اللي بيتحرق؟ ما تقدرش تكلمني يا فتحي. تمام يا حاج، الواد هيكون في حضنك وفي حضن سته الليله دي. اسمعنا يا براي، انا عايز شغل نظيف، مش عايز مشاكل. انا مكلف احسن رجاله عندنا يا حاج، وببسطهم قوي. اخر انبساط. طيب انا هسبق على البيت وانت شويه كده وحصلني بالواد، لا من شاف ولا من دري. ساعه زمن يا حاج والواد يكون في حضنك. ما قلتليش يعني انه في حد جاي؟ مين الناس دول؟ الحقيقه دول ناس
جايبين لي امانه ما كانتش تخطر على بالك ابدا. يا اختي ايه الالغاز اللي بتقولها دي يا حاج؟ لا الغاز ولا بتاع. دلوقتي انت مش كان نفسك تبقي ست الستات كلهم؟ ربنا يخليك ليا يا اخويا، ما انت مخليني ست الستات. بس انت عايز تقول ايه؟ خلاص اديكي قاعده معايا وهتشوفي بنفسك الحكايه. يو خاسمك النبي الحاج لا تقول، طفي شوق يا اخويا. عليه الصلاه والسلام. الحقيقه اصلا حكايه معقده، وانا لو حكيتها لك هتبقى عامله زي ما تكون حكايه من حكايات الف ليله وليله. ما انت عمال تقول لي حواديت من الصبح، ما تقول في ايه بقى يا حاج؟ ابنك المحروس اللي ما فيش على الحجر غيره، واللي انا صرفت عليه قد دماغه فلوس عشان يتعلم، واللي انت كمان عملت له المعرض اللي بيتباهى بيه دلوقتي. حد يصدق ان الواد ده يعملك طيشه ويروح يتجوز من ورانا؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ لا يا اخويا لا، فتح ابني متربي ما يعملش كده. طيب اديكي موجوده وهتشوفي ان ده حصل فعلا. حصل؟ حصل ازاي؟ ومين دي؟ وامتى؟ ابو مين ده؟ انت مال اهلك؟ غرب انت ولا امشي. نبدأ القرع من أولها، هو له شبه من أصله؟ الواد المزغوط أبوه فين؟ زمانه يجي دلوقتي على وشه. من عملت زي المثل اللي أنت قلتيه، سيبه على هواه لما يجي على قفاه. يعني أنا نفذت كل اللي شوقك فيه. يا حبيبي يا ابني، إحنا محتاجين حد يرضعه يا حاج. فتحي فتحي حاج يا فتحي. سامع الواد جاي ليه؟ الواد خطف يا فتحي. إيه؟ مين اللي خطف؟ انت بتقولي ايه؟ رجالة ابوك بتعتبر المخدرات. انت اتكلمت يا بنت ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مش مصدقني؟ ايوه طبعا مش مصدقك. انا عايز ابني. طب امشي امشي وانا هتصرف. امشي. مش هروح غير لما اجيب ابني. اقول لك روح البيت وانا هتصرف. امشي. ابويا انا يا حاج يا حاج يا حاج كانت الحريقه اللي انا سمعت انها حصلت عندك في المحل دي. انا كنت لسه هاخد المعلم برعي ونيجي نطمن عليك. بعديه ايه؟ بعد ما خربت بيتي وخطفت ابني؟ ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ هلا لو ابني ما رجعش دلوقتي حالا انا هوديكوا في 60 داهيه. اخلص يا كلب. بتقول الكلام ده مين؟ انت عارف انت دلوقتي بتتكلم مع مين؟ هي دي المعاملة اللي لازم اعملها لكم من هنا ورايح؟ تعملها لنا يا كلب؟ تعملها لنا؟ انت عارف انا مين يا انا بالنسبة لك؟ انا صبرت عليك كتير لاني كنت فاكرك راجل هتفهم، انما تفو عليك. رحت جبت حتة بنت ما تسواش بصرة، اتجوزتك وجابتك الارض
ومرمطت بيك الارض، مرمطت بينا كلنا وبسمعتنا التراب. ده انت بني ادم كلب، ما انتش عارف قيمه ابوك ابراهيم العقاد. ابراهيم العقاد اللي ما يستجراش بني ادم يرفع عينيه فيه او يرد له كلمه. انت جايب حته كلبه تمرمط بسمعتنا التراب، وانت اللي لا رحت ولا جيت جاي دلوقتي بتهددني. هدي اعصابك يا حاج فتحي، ما يقصدش. هو ايه اللي ما يقصدش؟ تدمر لي بيتي وتخطف ابني وعايزيني اسكت؟ اخرس يا هلا، قدام ابوك توطي صوتك والا هرقع لك صداقك. اقعد يا كلب. انت ايه؟ انت ولا حاجه، انت قال من اخواتك البنات ضفر اصغر واحده فيهم برقبتك. يا صايع يا ضايع. سامحوا يا حاج، موضوع الحريقه برضه تعب اعصابي. حريقه ايه ودريت ايه؟ يخرس ويتنايل على عينه والا هفعصه تحت رجلي. ده ولا حاجه. ايوه يا حاج، ما تنساش ان كل شغله راح في الحريقه. ما يروح ولا يتنايل. شغله ايه وحريقه ايه وشركه ايه؟ هو ناسي هو ابن مين؟ ده ابن ابراهيم العقاد. ايه اللي راح في شغلك يعني؟ راح منك قد ايه؟ مليون جنيه؟ اتنين؟ تلاته مليون؟ ارمهم لك على الجزمه القديمه. يا سلام يا حاج على قلبك الحنين. يا سلام، قوم يا فتحي، قوم وطي على ايد ابوك وبوسها، هتلاقي فين اب زي ده حنين يعوضك الخساره اللي انت خسرتها. وابني مين يعوضني بيه؟ ابنك ده ايه؟ انت فاكره ابنك لوحدك؟ هو من ضلعك انما ده عقاد. عقاد يعني من لحمي انا ومن دمي. يعني انا ابني موجود؟ ها موجود يا حاج؟ طمني. طبعا موجود يا حمار. طب هو فين؟ طب هو فين يا حاج والنبي؟ طمني عليه عشان خاطري. موجود يا هو؟ انا معقول كنت هفرط فيه؟ ده عيل بقالي حبر بحاله بتمناه ومستنيه. احنا عندنا غيره؟ طبعا موجود وزي الفل، ما تقلقش. الحمد لله الحمد لله. دمه كانت هتتجنن عليك. امه ايه وليله ايه؟ مدهور في 60 دقيقه ولا بتحرق؟ ازاي ازاي دمه؟ برعي كلم معايا. ده فتحي مهمتها خلاص، لحد كده واربط. يعني ايه؟ يعني زي ما قال لك برعي، العيل وجابته، بعد كده طهور في 60 داهيه. لا لا يا حاج لا، ما تتكلم يا برعي. لا انا فتحي، انت مالكش في الدنيا دي كلها غير ابوك وامك، والحاج ابراهيم العقاد اللي قاعد قدامك ده اشهر من نار على العالم. حطه تاج على راسك يا فتحي وفكك بقى من الاشكال دي. اسمع كلام وعدل، اقعد خلينا نشوف شغلنا ومصالحنا. اقعد يا فتحي اقعد. انت مش هتلاقي حد في الدنيا دي كلها بيحبك قد ابوك، صح يا فتحي؟ خير امه قال. امه دي ايه؟ بنت بشندي؟ كنت عايزك تجيب لي حاجات. عمال يا حاج. ايه عملتوا ايه؟ الحاج سواه على الجبرين. يعني الواد عقله رجع في راسه خلاص؟ خلاص، ما عادش هيبص في وش المخسوفه تاني ولا هيبات في حضنها. الحمد لله. ما تتاخرش عليا يا بورا. عينيا الاثنين يا حاجه، تحت امرك. وبعدين معاك يا بنت، مش كده امال؟ ربنا فرج وقريب يا رب. فتحي اتاخر قوي. يا ورده يا ورده اصبري بالله، ده مشوار برضه على ما يروح ويجي. انا مش قادره استنى. بقول لك ايه؟ ماما طلبين. على فين؟ على فين؟
اروح ادور على ابني؟ انا عايزه اطمن عليه. طب اهدي بس يا بنتي. اهدي؟ ابني اتخطف وتقول لي اهدى؟ الصبر يا بنتي. انتوا اصلا مش حاسين بالنار اللي جوايا؟ انا حاسه ان مخي هيشيط. يا ورده اهدي بالله، لما جوزك يجي نعرف منه ايه الموضوع. خلاص خليكم انتوا هنا، انا بقى هروح لوحدي. يا ورده يا اختي مالك؟ قلبنا مناحة على المسا كده ليه؟ ايه يا اختي؟ ما انت ممكن تنزلي من هنا وصفات هيجي من هنا. وبعدين يعني افرضي رحنا كلنا للحاج ولقيناه ما عندوش علم باللي حصل، ساعتها هنقول قدامه ايه؟ وبعدين بصراحه ربنا بقى انا شايف ان الحاج ملوش دعوه بالموضوع ده. يا اخوانا ده شغل عصابات، والحاج مش زعيم عصابه، ده راجل يعرف ربنا. انتوا اصلكم ما تعرفوش حاجه، الراجل ده بيتاجر في الحشيش، يعني ما فيش في قلبه رحمه. عيب يا ورده، بلاش الغلط ده يا بنتي، احنا مش ناقصين مشاكل. معقول تقولي على الحاج كلام زي ده؟ طب انا بقى هروح لوحدي ومفيش فيكم حد هيعرف يمنعني. يعني ايه هتروحي لوحدك؟ يا ورده استني. يا ورده بقول لك استني هنا، يعني ايه هتروحي لوحدك؟ استنى يا اخويا لما تخرب منطقة. استني يا ورده انا جاي معاك. خليك يا ورده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. امك عايزاك، شوفها براها كده عايزه منك ايه. يلا ورا يا ورده نشوفك. يلا بينا حق. هات لي العبايه والاسره. انا اي حد. ترتيبات صغير ما يهمكش كله هنا. ايوه بس البت دي مش هتسكت، البت دي بنت جنيه وطول عمرها لبط. سيبك منها. سلم يا حاج. انت دافعه زي البروده كده ليه يا بت؟ وهنا عايزه ايه؟ فين ابني يا حاج؟ وده ابني فين؟ ابنك؟ ابنك ده ايه؟ لو انت كنت اتجوزتي. ايوه جوزت ابنك على سنة الله ورسوله، والواد اللي انت خطفته ده ابنه عشان تحرق قلبي. ايدك يا حاج، فوت ايدك بلاش ابني، ابوس ايدك وقول لي يا اكرم جوز ابني، انا هعمل اللي انت عايزه. براي شوف ايه العالم الزباله دي؟ ايه يا فاطمه اللي انت بتقولي ده بيت؟ انت جايه من اي مصيبه؟ قاعده من المؤاخذه يا حاج، اصل ورده اختي يعني ايه؟ صراحه بقى يا حاج عيب اللي انتوا عملتوه مع اختي ده. عيب؟ انت بتقول قدامي انا عيب؟ ارمي الزباله دول بره. بقول لك يا حاج من الاخر كده، احنا مش هنخرج من هنا غير لما ناخد حق اختي. انتوا مالكوش عندي حقوق وغور وخلقتي. عدم المؤاخذه يا حاج، هو فتحي بيه ما قالكش انه اتجوز ورده اختي؟ قال لي بسلامته زي حضرتك كده جالي عشان يفرحني، وانا من طيبه قلبي قلت له ماله؟ الخيره فيما اختاره الله، هات الهانم مراتك وابنها يعيشوا هنا في حضني. ادي اللي حصل، وجاي البنت دلوقتي ترمي بناها عليا وتقول ابني فين؟ انت كذاب، انت كذاب، انت اللي خطفت ابني. فوق يا بنت، فوق. شوف الكلام مين ده؟ سيدك وسيد ابوك. فوق سيدي الكل وفوق راسنا من فوق. اصبر على الله يكرمك. طبعا يا اخويا، تلاقيك طبختها معاه، تلاقي رجالتك هم اللي خطف ابني وحرقوا شكل الكوز يا ابن الكلب. لا وحياة امك، انت زودتيها قوي يا بنت، مش عندي المهم من الحال. لا اصبر، عيب بقى لحد هنا وعيب يا اخي، ده احنا نسائي. لا طيب فضل حق، الجربيع دول بقوا نسيبنا. استنى يا برعي، استنى دلوقتي، في الاهم من الغلفطه دي، في حفيدي، حفيدي ابن ابني اللي انا مستنيه طول عمري بتمناه من ربنا. البت دي دلوقتي جايه تقول انها ضيعته، ولا انت بتهلفطي باي كلمتين علشان تاخدي مننا قرشين؟ لا فوقي، انا هروح القسم واعمل بلاغ ضدك انك ضيعت عفيدي، وشوف القسم هيعملوا فيك ايه. بقى انت فاكر انت تعرف ربنا يا شيخ؟ حرام عليك، ده انت عندك ولايه، هتروح من ربنا فين يا كافر؟ كفايه عليهم كده يا حاج، ارموا الزباله دي بره، ارموا زباله مين؟ بص يا دول يا شيخ، انت هو يا ملح انت فين؟ انت يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، انت عارف انا مين يا واد؟ انا ستك بهيجة، ام الواد فتحي ده ابوك. قال ايه والعقاد يقول لي ما فيهوش شبه مني؟ ده انت كلك جدك العقاد. قال بالحق يا فتحي، انتوا سميت الواد ده ايه يا اخويا؟ ملحق ايش؟
خلاص يا حبيبي، انا هسميه ابراهيم، ابراهيم العقاد الصغير. طرحة السويس تقولي سافرت ليه وعند مين وهتيجي امتى؟ طبعا انا فاهم كل ده من قص الولايه فوزيه. ده حتى حميده يا حاج فضلت تقررني، وانا ايه، ودن من طين ودن من عجين، اتخانقت معايا مش مصدقه ان انا معرفش. نسوان مخها فاضي، عايزين اي موضوع اي حاجه يلتوا يعجنوا وخلاص. اعوذ بالله يا اختي، انا مش داخل دماغي ولا كلمه من الكلام ده. يا اختي خش دماغك ولا يخرج من دماغك، المهم ان احنا اتاكدنا ان بهيجه ما هياش في البيت. وانا قلبي كده، قلبي دليلي يا اختي دايما بيقول لي انها غضبانه. الكلام اللي بتقوليه ده يا قبلتي معناته انهم دبين خناقه كبيره قوي مع بعضيهم هناك. طب ايه رايك بقى يا بنتي حميده ان كلامك ده حقيقي، وده اللي خلى الحاج عايز يجي يتغدى عندي. اه هيجي يتغدى عندي. جرى ايه يا نازك، انت هتحلقي على الراجل من اولها؟ وانا مالي يا اختي، ما هو اللي قال. اول هو اللي قال. هو اللي قال، هنكدب بقى ونمعر من اولها. ايش حل الكلام كان قدامنا يا نازك؟ انت يا اختي اللي قعدتي تتحنجري له وتنه يصيله لغايه ما خدتيه يتغدى عندك. جرالك ايه يا فوزيه؟ هنبتدي اختي القر من اولها ولا ايه؟ قال على راي المثل، حسد الغجر على ظل الشجر. ده انا حتى الحج ما بيجينيش الا كل حين الومين. هو في كده؟ في كده؟ انتوا الاثنين دايما كده، تسيبوا المهم وتتصدروا في الهايفه. هو ده وقته؟ هو يعني كل يوم السهر ده؟ مفيش مره كده يا اخويا تاخدني برا وتفسحني ولا حتى تقعد معايا هنا؟ ما انا بصراحه احترت معاكي، لما بجيب صحابي هنا واسهر ما بيعجبكيش وبتروحي تقولي لابوكي، ولما بسهر برا برضو ما بيعجبكيش. ما تفهميني انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزاك تبعد عن الواد سمير البايظ ده. وابعد عنه ليه؟ ده صاحبي. طبعا، ما هو البيه بعد ابوه ما مات خليله الجو وفتحها على البحري. اوعى تكون يا اخويا فاكر اني مش عارفه اللي بيحصل كل ليله عنده. لا عارفه يا حبيبي، وعارفه كمان كل النسوان اللي بيجيبهم كل ليله. انت كمان هتحاسبيه؟ ما كل واحد حر في بيته، يعزم في اللي يعزمه ويعمل في اللي يعمله. يعني انت مش ناوي ترجع عن عمايلك دي يا حفظي؟ ما تيجي تسهري معانا النهارده عشان تقفي لي ددبان وتضمني ان مفيش ولا واحده هتهوب ناحيتي. يا لهوي، عايزني يا اخويا اقعد في وسط الحشاشين والسكره والنسوان اللي ملهمش حد يلمهم؟ وليه بقى، هنعيب في الناس الحلوين؟ خليكي حلوه كده عشان احبك. وكمان بتساوي راسهم براسي يا حفظي؟ ما انا بصراحه بقى ما بحبش حد يغلط في اصحابي. طب انا بقى هقول لابويا علشان يشوف شغله معاك المره دي. هو انت كل شويه تهدديني بابوكي؟ انت فاكره ابوكي ده مين؟ مامور البلاليس؟ طب ايه رايك بقى بطه طز فيكي وفي ابوكي، وتفضلي روحي قولي له كل اللي انت عايزاه، والباب هو فوق الجمل. انت قد الكلام ده يا حفظي؟ قده 60 مره واعلى مفخلك اركبيه. ايوه حاج، ست فوزية على التليفون مستنياك. قلت لها ان انا موجود؟ قلت لها انك موجود، ما انت ما نبهتنيش. انا قلت 100 مره ما حد يسال عليا اقول هتشوف، وبعدين انا ابقى اشوف. يلا قول فوزية. الو، ازيك يا حاج؟ وحشتني قوي قوي يا ابراهيم. تصدق يا ابراهيم من كتر شوقي ليك حلمت بيك امبارح. اه والله حلمت بيك وانت عمال تقولي وحشتيني قوي 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 يا لوزه. عارفه يا بنت، انا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي مره زيك. وقعدت معايا 3 ايام بلياليهم. اه، ومن فرحتي لما صحيت النهارده حسيت انك لسه نايم جنبي. ياه ياه ياه، طب نحمد ربنا بقى، اديكي صبرتي ونولتي. ايه مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ اتغدى عند نازك؟ هو انا عندي وقت؟ انا فاضي؟ كفايه عليا النصايب بتاع الواد فتحي دي تهد جبل. ها فوزية، انت عايزة ايه بالظبط دلوقتي؟ عايزاك يا حاج في موضوع مهم كده، عايزة اخد رأيك فيه. لا لا لا، ما ينفعش في التليفون.
لا يا اخويا، ده موضوع اصله عايز رواقه وهداوه كده. يا راجل عايز اخد رايك فيه. الله، هتيجي حك؟ الهي ربنا ما يحرمني منك ولا من دخلتك عليا ابدا. مع السلامه يا حبيبي. بنت يا اللي تنزغدي يا اللي جوه، انت يا بنت، تعالي يا بنت. نعم يا ست الكل. بقول لك ايه، تطلعي جوز فراخ فاهمه، اعمليهم جنب الاكل اللي جوه، وطلعي كل الفاكهه اغسليها ونظفيها، البرقوق والخوخ وكل حاجه، وما اشوفش خلقتك. عيني يا ست الكل. اجري. بقول لك ايه، نعم يا ست الكل، وبعد كده تروحي على امك. يبقى الحاج جاي. يلا يا تنزغدي امشي يا بنت. عقبال يا رب لما افرح انا كمان. كانتك ضربه في قلبك. مش بقى نقي حاجة حلوة عشان ألبسها للحاج. يا اختي يا حلوتك يا بنتي يا لوزة، يا اختي الطعمة دي، الطعمة دي، الله الله، على الأسود على الأبيض، يجنن يجنن يجنن. الصبغة الجميلة، الحاج هينبسط قوي، أنا جبت له الصبغة اللي هو بيحبها. حبيبي جه، حبيبي جه. فاطمة، يخرب بيت أمك، إيه اللي جابك يا بنت دلوقتي؟ يا بنت أنت لسه هتقعدي تعيطيلي؟ حصل إيه يا موكوسة؟ إيه اللي أنت لابسة ده يا أمة؟ أنت يا بنت جاية دلوقتي عشان تقولي لابسة إيه وقالعة إيه؟ في إيه انطقي؟ اشمعنى مش راضي يتعدل معايا ابن المايله ده؟ بقولك ايه يا بنت، انتي بقولك ايه، انا مش رايقالك يا بنت انتي وحفظي بتاعك ده. ابوكي لو جه دلوقتي ولقاكي جايه غضبانه والله لا يطلعك، وانتي عارفه ابوكي ما بيرجعش في كلمته ابدا. يعني ايه؟ عايزه انا استحمل سهره كل ليله بره كده ولا ايه؟ يا بنت ما كل الرجاله كده يا بنت، مش عايزه انا اتجوز عليك يا موجوزه. انا خايفه يا امه، خايفه لو واحده من اللي بيعرفهم دول تشبط فيه ويتنيل كده، يعني بعد الشر يا رب بعد الشر يتجوزها. لا يا اختي اطمني، ما يتجوزش الاشكال دي، ما دام تحت امره تحت طوعه اطمني يا اختي مش هيتجوزها. يا سلام، ما انت عندك فتحة اخويا اهو، راح يتجوز بنت بشنجي الغفير، وهو كان يا اختي مقطع السمكه وديلها. عشان البنت نصحه وقروبه وكانت ملوده كده زي النحله. انتي ايش عرفك انتي؟ البت ورده يا بنت كانت بتحكي لي، وبيني وبينك انا اللي كنت برسم لها وبخطط لها عشان اخوك يتجوزها. بس يا حسره على راي اللي قال تيتي تيتي، زي ما رحت زي ما جيتي. يعني ايه بقى؟ يعني ايه؟ عايزه انا اسيب حفظي يعمل فيا ما بدله ولا ايه؟ يا بنت هو مش اخر اللي بينام في حضنك يا بنت؟ عايزه ايه تاني يا موكوسه؟ بقول لك ايه، انت لو عايزاه ما يطلقكيش قومي دلوقتي انجري روحي على بيتك، لحسن ابوكي لو جه ولقاكي هيسود عيشتك. ايوه قولي لي كده بقى، قولي لي ان ابويا جاي عشان كده متزوقه ولابسه الشفتاشي. حسره عليا وعلى حظي الازرق. انت يا بنت جيتي تحسديني يا بنت وتقري عليا؟ قومي يا بنت، كانت ماشيه اشفرك امشي غوري. طيب قومي من وشي يا حظي الاسود، هتكسبتيه مصيبه. امشي غوري يا فيكي وفي حفظي، انا البنت جايه تروق عليا كده. يما بقى تعملي بنتك كده؟ ماشي يما ماشي. ليه ورده؟ هابا ايه يا بنتي مالك، عامله كده ليه؟ في ايه؟ زيك يابا، انا كويسه قوي زي الفل، وحفظي كويس معايا قوي، ماشي زي الالف، لا بيروح شمال ولا يمين. طيب مستعجله على ايه ومتلهوجه ليه؟ هتقعدي معايا شويه. اتاخرت يابا، اتاخرت قوي على حفظي، بيحبني قوي، ما بيستحملش دقيقه واحده غيب عنه. بالاذن يابا بالاذن. ابتدي هبله ولا ايه؟ حفظي ايه وخبت ايه؟ ربنا يحميكي من جنان امك، ما انا عارفكم. اهلا يا حاج، اهلا يا حبيبي خطوه عزيز، نورت بيتك. البنت بطه مالها؟ مالها يا اخويا، ما هي زي الفل. فل ايه؟ لما شافتني وشها اخضر واصفر، وبعدين جريت من قدامي كانها مش عايزه تكلمني من اصله. اصلها يا اخويا كانت قاعده معايا طول النهار، ام جوزها اتصل بيها قامت تجري على طول خايفه على زعله، ما انت عارفه وعارف رزالته. رزالته؟ هو الواد ده لسه عارفها برضه؟ لا يا اخويا لا، من بعد انت ما قعدت معاه وسبخت له بقى ماشي زي الالف. الف ايه بس؟ ما هو لسه برضه بيتملعن مع النسوان، انا اخباره كلها عندي. بس عموما
مادام بيخبص بعيد عن بيته ما فيهاش اشكال، ما هي كل الرجاله كده لغايه ما بيتهدوا. لا يا اخويا الا انت يا حاج. لا 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 لا، اسم الله عليك يا حبيبي، سمعتك زي البافته البيضه، عمرنا ما سمعنا عليك لا كلمه لا كده ولا كده. ولما مره بتعجبك وتخش مزاجك بالحلال على طول. الا قول لي يا هيما، مش ناوي تتجوز تاني؟ جواز ايه بس يا فوزيه دلوقتي؟ لا لا، قول لي يا لوزه. يا لوزه يا حبيبتي، لسه عايزه تتدلعي يا وليه؟ يا وليه عيب، خلاص بقى، ده انا عندي من الهموم اللي يكفيني وزياده. يا حبيب قلبي، انا النهارده هنسيك كل همومك وهرجعك شاب عندك 20 سنه. الله، حلو حكايه شاب عندي 20 سنه. طب ده انت الهموم نفسها يا فوزيه. اخصى عليك يا ابراهيم، بقى انا لوزه اللي كنت ما بترتاحش غير على صدرها وترمي كل همومك. تقول عليا كده؟ سيبك من ده دلوقتي، خش في المهم. انت كنت عايزاني في ايه بقى؟ ويعني يا اخويا هي الواحده بتعوز جوزها علشان ايه؟ ده انا الود ودي اقفل عليك باب الشقه ده ما خرجكش ابدا. الله 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 الله. المهم، وما يعملي لي فنجان قهوه عشان اعدل دماغي. من عينيا يا حبيبي. حاضر. قولي يا هيما، اجيب لك القهوه هنا ولا جوه؟ جوه فين يا ولية؟ حد بيشرب قهوه في اوضه النوم؟ بقول لك ايه، خلصيني عشان انا عندي موضوع مهم عايز اكلمك فيه بخصوص الواد فتحي ابني. ماله فتحي يا حاج؟ صدق يا حاج، فتحي ابنك ده غلاوته عندي اكتر من البت بطه والبت نوسه. من حق. بخصوص البت نوسه، هي ايه؟ هي ناويه هي وجوزها يبلطوا في الخليج كده؟ ابوها ما بيوحشهاش؟ اهو يا اخويا بيقولوا هيجوا في الاجازه، هتعمل ايه؟ ما هو جوزها يا اخويا اسم الله عليه ما بيروحش حته غير وهي معاه. يا عيني على الرجاله. الله الله، اهو انا الواد فريق جوزها ده راجل بجد، عارف مقام مراته صحيح. ما تقول لنفسك يا حاج، اللي يا اخويا ما في مره خدتني معاك في سفريه من سفرياتك. اخدك فين يا ولي؟ ما انا لو خدتك لازم اخد نازك واخد بهيجه، وسفرياتي دي ما ينفعش فيها النسوان. بقولك ايه، انت هتعملي القهوه ولا اروح اشربها عند نازك؟ لا يا اخويا، الشر بره وبعيد. الا ما قلتليش يا حاج، ايه رايك في قميص النوم والروب اللي انا لابساهولك ده؟ انت لابسالي ابيض في اسود؟ طبعا نفسك نهارك يكون ابيض. انما بعون الله على ايدي، نهارك وليلك هيبقى اسود من قرن الخروب. رجعت بسرعة يعني. ايه؟ راجع لوحدك ليه؟ ما جبتيش ابوكي معاك عشان يديني درس في الاخلاق؟ ايه يا اخويا ده؟ انت ما كنتش عايز نرجع بيتي ولا ايه؟ هو انت مش كنت خارجة عشان تروح تشتكيني لابوكي؟ خفت يا اخويا ابويا يكبر الموضوع ويفرقنا. يا ريت يا اختي، عشان اخلص منك بقى. انت مش بتحبني يا حبسي؟ يا بنت عقلي كده بقى، وما تجيبيش مشاكل لنفسك. بتحبني؟ هو انا ما بيضايقنيش منك بقى غير السؤال ده، لانك سألتهولي مليون مرة وعارفة اجابته. يا بنت، انا لما كنتش بحبك ما كنتش هطيق اعيش معاكي. يا حبيبي يا حبسي، والله العظيم بموت فيك. طب ما تاخدي نفس. لا ادوخ. طب وماله؟ ما تدوخ، هو حد ضايع. اما بقى يا حاج، عملت لك حته فنجان قهوه هيظبط دماغك تمام. الله الله. اتفضل يا حبيبي. تسلم ايدك. وكمان بقى اللي هيظبط دماغك اكتر صبغه الشعر دي اللي انت بتحبها. سيبك من صبغه الشعر. الله الله على دي ريحه. يا عيني على شمخة قهوة حضرتك. بالك يا فوزية، أنا إيه اللي خلاني اتجوزتك زمان؟ إلا بالحق يا حاج، أنت ما قلتليش إيه اللي خلاك تتجوزني؟ عشان فنجان القهوة المسكوفي اللي أنت بتعمليه الحلو ده. فنجان قهوة ملوكي بجد. أنا فاكر مرة كنت في زيارة لأبوكي، وبعدين شربت عندكم فنجان قهوة، بعد ما خدت شفطتين منه دماغي كيفت قوي. قلت له حاج درغام، مين اللي بيظبط لك القهوه بالشكل ده؟ قال لي دي بنتي فوزيه. رحت مادد ايدي وقالي فتحتك على طول. يا سلام يا اخويا،
يعني انت ما اتجوزتنيش غير عشان فنجان القهوه وبس. لا لا لا، ده بالاضافه يعني. اصل بصراحه كان ناقصني يا مال يعمل لي فنجان قهوه مظبوط. يعني كنت حلوه في نظرك يا حاج؟ يا عيني، الله الله، الا حلوه. امال ايه؟ امال انا اتجوزتك ليه؟ انا اصلي طول عمري ما احبش غير النسوان الحلوين، ان الله جميل يحب الجمال. هو كده يا حاج؟ فين الكلام الحلو ده؟ ما بتسمعهوليش من زمان ليه؟ ايه ده؟ إيه ده؟ وده مين اللي هيجي ينكد علينا ده دلوقتي؟ استنى ما افتح انا اشوف مين اللي جاي. ايوه ايوه، ايه القرف ده؟ انت ايه اللي جابك يا بنت انت هنا؟ ابوس ايدك يا حاج. اوعي ابوس رجلك. رجع لابني ده، انا لسه ما لحقتش افرح بيه. ابنك ده ايه؟ انت جاي تفتري علينا؟ بعد ما موتت الواد وحرقتي قلبي وقلب سته عليه، جاي تدور عليه هنا؟ غوري من خلقتي هديكي بالجزمه على دماغك. مش كده يا حاج، بالراحه شويه يا اخويا. وغلاوه الست فوزيه عندك ده ام قلبها محروق على ضلعها. ست فوزيه، قولي لست فوزيه ربنا ما يسيبك في بناتك ابدا يا رب. اقول له ايه بس يا بيت؟ قولي له رجع لي ابني. ابنك ده ايه يا قليله الادب يا مبتريه؟ صحيح انك راجل ضلالي ما عندكش ضمير. مش ضمير؟ ده انت قليله ادب. ده انا بقى اللي هقطعك بسناني. قليله الادب ايه؟ يا ناس يا كفره، يا ناس اللي ما عندكوش ضمير، انا هوديكوا 60 ناحيه. انت بتقولي الكلام ده دلوقتي على اسيادك؟ اسيادي؟ اسيادي ايه؟ ما عندكوش ضمير وسلامت ابني. انا هوديكوا 60 ناحيه. مش كفايه انك بتدفع المخدرات؟ ايه مخدرات؟ كمان بتفتري عليا؟ غوري غوري من خلقتي. تضربك بالجزمه. غوري من هنا، هرميكي بالسجن يا قلة الأدب. يا ربو انا هوديكي. لا اله الا الله، ايه اللي جاب البنت الزفت دي هنا؟ في ايه بينك وبينها يا فوزيه؟ انا يا حاج هيكون بيني وبينها ايه؟ انا ومالي ومال البنت زي دي؟ قولي لي البنت دي جايه لك هنا دلوقتي ليه؟ وانا شعرفني يا حاج تلاقيها سالت عليك في البيت التاني، اقولها انك عندي. الله، وانا مالي انا؟ هي البنت دي مش كانت متجوزها بابن بهيجه؟ انا هعوز منها ايه انا بقى؟ اعوذ بالله، ايه ربنا يحرق دمها زي ما حرقت دمي. بعد الشر عليك يا حاج، معاش ولا كان يا اخويا اللي يحرق دمك. قوم كمل قهوتك يا اخويا، قوم كمل قهوتك. قهوه ايه دلوقتي؟ اقول لك يا ولية، انا لو سمعت ان البنت دي جت عندك او اتكلمت معاكي اقسم بالله هيبقى اخر يوم ليكي على ذمتي. وحيادك يا حاج، البنت دي لو جاتني تاني انا اللي هكسر رجلها. الله، الموضوع ده مش كنت خلصت منه بقى؟ خلصنا من ايه بس؟ وهو كله بسبب الزفت اللي اسمه فتحي، اللي ضحكت عليه ونصبت عليه. سبحان الله، مع ان الواد ده متعلم والبنت ما تعرفش السما من العمى. الحب يا حاج، الحب. لقيت الواد مش شحتف عليها، عملت له شويتين بتوع النسوان، وعلى رأي المثل إن حبيتك حية اتلفح بيها. إنما أنت ما قلتليش عملتوا إيه في الواد ابنها؟ الله يرحمه بقى، ربنا افتكره. ما كانش ناقصنا غير إن الواد يخلف من بنت الأبلسة دي. إيه؟ موتوه؟ إحنا دفناه بس ربنا اللي افتكره. على لوزة يا هيمة. أنت مش عايزة تصدقي ليه؟ دي بهيجة حتى خدته عند قرايبها في السويس تدفنه هناك. وهان عليكم يا حاج. الله، يعني كنت عايزة ابني، ابن العقاد، يخلف من بنت الأبلسة دي وكمان أفرح بيه وأربيه. يا حرام. يا سبحان الله، صعبان عليك قوي. ده زمان فتحي ابنك مقهور عليه قوي. هو هيزعل وين وبعدين ينسى. بس أنا بقول لك لآخر مرة، إياك أسمع إن أنت قابلت البنت دي أو كلمتيها أبدا، مفهوم؟ لا يا حاج، اخس عليك يا حاج، وأنا أقدر على زعلك ولا على بعدك عني؟ إلهي يبقى لها بنصيبة البنت وردة دي، ومن قبلها البنت بطة بنتي، زي ما بوظوا لي الرسمة وبوظوا لي الليلة. Oh.
البيت من غيرك كان ضلمه. تسلمي يا زنوبة يا ودني القرنب. وحشتيني وحشتوني وحشتوني وحشتوني. هتغني يا بيت؟ الحاج جوه؟ لا مش هنا، راح عند ست فوزية. فوزية؟ طلبته مره ورجعت طلبته مره تاني. ما علينا، وفتحي فين؟ قاعد جوه في اوضته. طب اجري هاتيلي الحاجه من العربيه. ثواني ثواني. ازيك يا فتحي، وحشتني. الحمد لله على السلامة. ان شاء الله تسلم وتعيش يا حبيبي. عملت ايه في ابراهيم؟ كل خير، اطمن وحط في بطنك بطيخة صيفي، كل حاجة كويسة امك عملتها له، وهو دلوقتي بامان، وان شاء الله لما يرجع وتشوفه هتلاقيه فلة وعشرة على عشرة. معلش يا ابن حبيبي، ما تعملش في نفسك كده بقى. ملحقتش اخده في حضني يا امه، ملحقتش. عارفه يا فتحي ان الضنا غالي، بس معلش يا حبيبي لو انت خايف علي اقراض، انا خايف علي 24. قولي بقى يا فتحي، عملت ايه اليومين اللي فاتوا دول مع الحاج ابراهيم؟ كلمتوا مع بعض في حاجه؟ ايه يا فتحي ما بتردش عليا ليه؟ يا ابني يا حبيبي لسه قايله لك ما تعملش في نفسك كده، اجري كده استحمى وزقطت وفكها بقى. في موضوع كده يا اما شاغلني قوي. خير يا حبيبي؟ سمعت كلام كده يعني ان الحاج الحاج ايه يا واد؟ الحاج 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 ما يكونش ابوك اتجوز عليا؟ ان الحاج بيتاجر في المخدرات يا اما. مخدرات؟ مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ سمعت يا اما وخلاص. سمعت يعني ايه؟ سمعت يا اما وخلاص؟ وسمعت من مين؟ ما انت عارف يا ابني كلام الناس. يعني الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي يا اما؟ انا ما اعرفش حاجه يا فتحي عن الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده. امال ايه اللي تعرفيه يا اما؟ ايه اللي تعرفيه عن شغل ابويا يا اما؟ ايه اللي تعرفيه يا فتحي؟ اللي انا اعرفه عن شغل ابوك انه بيتاجر في حاجات كتير قوي غير تجاره الخشب، وانت عارف يا ابني انا لا بتدخل في شغل ابوك ولا اعرف حاجه عنه. وطبعا من ضمن التجاره اللي بيتاجر فيها سيادته تجاره المخدرات، مش كده يا اما؟ لا يا فتحي مش كده يا ابني. تلاقي بس اللي قالك الكلام الفارغ اللي انت بتقوله لي ده حد متغاظ من ابوك، او المزغوده اللي اسمها ورده من حرقتها قالت لك كده. يعني ايه؟ يعني الكلام ده مش صح مش كده؟ انت ايه رأيك يا فتحي؟ عقلها انت كده بمخك؟ اللي بيتكلم مجنون واللي بيستمع عقل يا ابني؟ انت تفتكر ان الحاج ابراهيم العقل ممكن يتاجر في المخدرات؟ ابراهيم العقاد اللي يعرف ربنا كويس. بعدين احنا هنروح لبعيد ليه؟ ما هو البوليس راح المغلق وفتش فيه حته حته، وجي كمان هنا البيت فتش البيت حته حته، لقى حاجه ما انت شفت بعينيك، ما لقاش حاجه يا فتحي. وبعدين يا ابني يا حبيبي ابراهيم العقاد ده بيمد ايده للغلبان والمحتاج وبيساعده وبينصف المظلوم،
جاي انت ابنه اللي عارفه كويس ومن صلبه تظلمه؟ والله ده يبقى ظلم يا فتحي، يبقى ظلم. وورده ما ظلمهاش وداس عليها عشان فقيره وغلبانه؟ لا يا ابني، ابوك ما ظلمهاش، ورده هي اللي ظلمت روحها عشان بصت لفوق، والفوق قوي كمان. مش معنى ان هي فقيره وغلبانه تقوم تاكل بعقلك حلاوه وتلفك تحت بطها وتتجوزك من ورانا؟ يا فتحي انت عاقل ومتعلم يا حبيبي، يعني اي بنت من اي عيله كويسه تتمنى توفر رجلك. ولا انت يا فتحي كنت عايزنا نسكت ونصبر ونرضى ان انت اتجوزتها من ورانا عشان يا ابني نموت بحسرتنا انا وابوك؟ يرضيك ده؟ يرضيك؟ طمنيني يا بهيجه، عملت ايه؟ اطمن يا اخويا وحط في بطنك بطيخه صيفي كله أليستا بتمام التمام. يعني ايه تمام التمام؟ يعني اطمنت على الاوضه اللي هينام فيها الواد، اوضه زي الفل، وكمان وصيت على ست هترضعه قاس حته زي الحديد وميه ميه، ودكتور هيمر عليه كل اسبوع مره، ومن كتر ما انا فضلت اوصي اختي عليه زهقت مني وقالت لي جرى لك ايه يا بهيجه؟ انت هتوصيني على ابن فتحي؟ اعتبريه يا اختي ابن بنتي بالظبط. كويس، انا عموما مش هخاف عليه، عندي اختك دي ابدا. المهم انت بنفسك تروح كل اسبوع تشقري عليه وتطمني عليه بنفسك. يوه طبعا انا كنت هعمل كده من نفسي يا حاج من غير ما تقولي. اسكت يا حاج، وانا سايباه وماشيه قلبي كان بيتقطع ودموعي نازله زي الحنفيه، لغايه لما اختي قالت لي جرى لك ايه يا بهيجه؟ وانت يعني سايباه في حته غريبه؟ ده في امان يا اختي. انا فعلا عند اختك، ما قلقش عليه ابدا. على راي المثل يا حاج، اعز من الولد ولد الولد. على فكره انا فوزيه سالتني عليه، قلت لها الواد مات ودفناه. نهار يسوح كده برضو يا حاج، ليه بتفول على الواد يا اخويا بعد الشر؟ ما احنا لازم نقول كده، خصوصا لفوزيه وحميده والناس دي، عشان ما يقعدوش ينطوا في الكلام، خصوصا ان انا لقيت البيت زفت ورده بتتنطط عند فوزيه. نهار يسوح، الله، وقال لي ودي زفت تتنجي هناك، وليه مراتك اصلا تفتح لها عيب؟ يو هي مش عارفه ان البنت دي عدوتنا؟ ما انت عارفه فوزيه، فوزيه بتحب تصطاد في الماء العكره وعايزه تعرف كل حاجه، عشان كده اي حد يسال لازم نقول له ان الواد ده مات. استغفر الله العظيم، قلبي مش مطوعني، ده الواد وشه زي البدر زي البدر يا حاج ابراهيم. ما هي مالهاش حل غير كده اذا كنا عايزين نحافظ على الواد ويانا. استغفر الله العظيم يا رب، كان مستخبي لنا فين ده كله؟ ما هو ابنك هو السبب. من حق الحاج ابراهيم بمناسبه ابني. ماله، عمل نصيبه تانيه ولا ايه؟ انيل 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 يا حاج، الولد بيسالني بيقول لي صحيح ابويا بيتاجر في المخدرات؟ فتحي هو اللي بيسالك كده؟ ايوه يا حاج، سالته عرفت منين يا واد؟ قال انا سمعت حاجات زي كده، بس انا بيتهيألي والله اعلم ان المزهوده اللي اسمها ورده هي اللي قالت له. ورده، لا اله الا الله، تصوري انت عندك حق، في الغالب الزفت ورده دي هي اللي قالت له الكلام ده. كنت شرفك يا حاج. ما انا بقول لك راحت قبل كده عند فوزيه قعدت تزعق وتقول كلام فارغ زي ده. طب وبعدين؟ المهم انت قلت له ايه؟ انت تخاف عليا، قلت له ايه الكلام الفارغ اللي انت بتسمعه ده؟ اوعى تصدق حاجه من دي على ابوك. بس بيني وما بينك يا حاج، والله اعلم ان الواد مش مصدقني. قول لي يا اخويا ناوي تعمل ايه؟ انا الكلام اللي اتقال لفتح ده ما يهمنيش، لاني كنت مسيري في يوم من الايام هقول له، انما اللي بفكر فيه دلوقتي كلام الزفت اللي اسمها ورده دي، ممكن تقعد تبعبع بالكلام ده في كل حته. وانت ازاي توافق على حصل كده يا فتحي؟ يعني كنت عايز انا اعمل ايه؟ بقول لك حرق لي المحل بتاعي
وخطف ابني، خطف ابني يا مارو. وبابا يعمل حاجة زي كده ليه؟ وعشان ايه ده كله؟ امك بتقول عشان بيحبني. عشان يحبك يقوم يظلم الناس؟ امال طول عمره بيعطف على الناس الغلابة ازاي؟ ايه التناقض الغريب ده؟ ده لولا انه ابويا وانا عارفاه كويس كنت قلت عليه انسان مجرم. انا اللي معذبني ليه النهار؟ حاسس عشانها بالذنب. ورد تلاقيها دلوقتي فاكرة اني نادل جبان وقفت مع ابويا ضدها وقتلت ابني. وودوا الولد فين؟ هقولك، بس وحياة اغلى حاجة عندك ما تجيبي سيرة لحد. وغلاوتك عندي ما هفتح بقي. هما بيقولوا انه مات، لكن الحقيقة ودوا لخالتك في السويس. ده غلط اللي بيعملوه ده. ازاي ياخدوا الولد من امه ويفهموها انه مات؟ حرام كده. ايه، مفيش انسانية؟ اوعي اوعي تجيبي سيرة لحد. انا وعدتك من قبل ما تحكيلي ان انا مش هتكلم، بس بصراحة بقى يا فتحي انا زعلانة قوي من بابا وماما. الو، ازيك يا مروة؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. وازاي يا جوزك؟ كويس الحمد لله. لا مش عارفة، يمكن ما اقدرش اجي. ما انا لو قلت لابوكي يا بنت هيقول لي ما انت لسه كنت عندها، هتفضلي رايحة جاية يا بهيجة. خلاص ما تخافيش، هقول له هيخليني اجي. بقول لك ايه يا مروة، ما روحتيش يا بنت للدكتور وشفت انت حبلة ولا لا؟ يو يا بنتي عايزه اشوف لك حته عيل قبل ما اموت. بقالكوا كتير يا مروه مستنيين ايه؟ بس مش يمكن لو خلفت انا وعلاء تعملوا فينا زي ما عملتوا في فتحي ورده؟ ايه يا بنتي اللي بتقولي ده؟ انت جايبه كلام الفارغ ده منين؟ هو في حاجه بتستخبى يا ماما؟ بقولك ايه، انا بتكلم بجد، مين اللي قالك الكلام ده؟ فتحي اخويا جالي واشتكالي. ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش مصدقه اللي انا بسمعه. طب انا وبابا مخاصمني ومقاطعني لحد دلوقتي. اسمعي يا حبيبتي، انت عارفه ابوكي بيحبك قد ايه. افتكري كده اول ما سمع بحكايه بتوع مكتب المخدرات ده جري وراكي وحصل ايه؟ يا بنتي ابوكي ما بيستحملش عليكي شكه الشوكه. انا عارفه اللي انت بتقوليه ده يا ماما ومتاكده منه، بس اللي انتوا عملتوه ده ما يرضيش حد ولا يرضي ربنا. تطلقوا اخويا من مراته اللي بيحبها وتضربوها وتبهدلوها وتاخدوا ابنها وتفهموها انه مات. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي وصلت بيها البجاحة والجرأة ان البت دي تجيلك لغاية هنا وتقولك الكلام الفارغ ده اللي ملوش لازمة؟ يا ماما انا لسه قايلالك ان فتحي هو اللي قال لي، حرام كده اللي بيحصل ده. بقولك ايه يا مروة، خرجي نفسك من الحكاية دي خالص. ليه بقى يا ماما؟ هو فتحي ده مش اخويا؟ بقولك ايه، احنا خلاص اتفقنا الموضوع ده وخدنا فيه العزة. اسمعي، احنا عمالين نلصم بينك وما بين ابوكي، مش عايزين غضب ابوكي يزيد عليك اكتر من كده، انت فاهمة ولا لا؟ امال ايه بيصلي وحاجك بيت الله والجامع البني ده؟ والله اللي عمل ابوكي ده هو الصح. تقوموا توافقوه على اللي بيحصل ده؟ لا يا بنت، هو حد يقدر يقف قدام ابوكي ولا يقول له تلت التلاته كام؟ بصراحه يا ماما انا مش عاجبني الاسلوب ده ولا عاجبني اسلوبك معاه. يا ست انا راضيه، مالكيش دعوه. يا بنتي انت عارفه ابوكي بيحبنا كلنا قد ايه، وهو اضرب مصلحتنا. عارفه يا ماما عارفه، بس الطريقه اللي بيحبنا بيها دي غلط. يا بنتي يا حبيبتي ما حدش يقدر يراجع ابوكي، افهميها بقى. بقول لك ايه مروه، في حاجه عايزه اوصيكي عليها. حاجه ايه؟ وحياتي عندك يا بنتي، يا رب تعدميني، ما تجيبي سيره لاي حد عن الموضوع ده، حتى جوزك. لحسن لو ابوكي شم خبر هيجيب عليها وطيها علينا كلنا. اختي النهارده هختف تراب السيده نفيسه والامام، مش باقي لي غير تراب باب الوزير. هروح لك بكره فيها ان شاء الله وهسالك، بس انا مش عارف يا اختي انت مالك معذبه نفسك كده ليه؟ مش جايز
ده فنوش في تراب ومن اصل. امال هيدفنوه فين يا سالم؟ ده برضه من لحمهم ودمهم. كانوا مش ذبحوه يا اختي. اسكت اسكت يا سالم اسكت اسكت. السلام عليكم. ما تعرفش يا اخويا فين مدافن عيله العقد؟ هناك يا استهاني. ما دفنوش حد من قريب؟ من يومين كده جه الحاج وابنه وبرعي دفنوا عيل صغير. ليه يا استهاني؟ ده كفايه اللي دفعوا الحاج. على العموم لو حبيت تقري قولي لي وابعت لك اتنين فوقها. يا ضنايا انت ابنك من واحد واحد. انت هتسيبني وتمشي ولا ايه؟ في حاجة تانية يا حاج؟ وانا يا ابني خلصت كلامي؟ اتفضل قول لي في ايه؟ ما حضرتك لسه قايل لي ان انا المفروض انزل الشغل، في حاجة تاني؟ ايوه في الأهم بقى. هو ايه الأهم؟ حضر نفسك. يوم الخميس الجاي هنروح إن شاء الله نخطب بنت عبد المنعم بيه أبو شنب رسمي. أنا اتفقت معاهم على كده والناس مستنيين. كنسوا الوقت. برضو طلعت القرافة. أكيد إن هم أتربي. يا ساتر يا عبد. معقول حد يقتل ضمان؟ عوضك على الله يا بنتي. بس ليه؟ ده حتة عيل من لحمه ودمه. يعملوا فيه كده؟ في شارع مين ده يابا؟ واللي في شارع مين؟ ما تفكك بقى يا اختي.
وعلى رأي المثل الله جاب الله خد الله عليه العوض. لا انا طالبني حفظ طول عمره النار ايدة صدري. خلاص يا اختي انت ممكن تحبسيه وتوديه في 60 داهية. احبسه؟ وانا هستفيد ايه لما احبسه؟ لا انا هعرف انتقم منه كويس قوي، هعرف احرق قلبه زي ما حرق قلبي على ابني، هعرف اعذبك يا عقل انت وابنك.